ايوه يا ست سعاد، هات يا زكية، هات زكية. ايوه يا دكتورة عزة، ودي يا زكية، هات يا دكتور بكوة. ايوه يا ست سعاد، هات زكية. حاضر يا دكتور، خد يا زكية. الله زكية يوم طيب، اقول بس الله خلصيني يا زكية، خدي بقى خلينا نمشي. زكية ايوه يا ست سعاد، انا مش ناسية حاجة كده ولا كده يا بنتي زكية؟ بتهيألي لا يا ست سعاد. زكية وانا مش ناسي حاجة؟ مش واخدة بالي يا دكتور، بتهيألي لا. يا سلام يا سلام. اشمعنى انا لا وهو مش واخدة بالي بتهيألي لا يا دكتور؟ انا ما قلتش لا، انا بقول متهيألي. متهيألك يعني ايه؟ يعني اول متهيألك يعني انت يا بنت اول يعني ما تعرفيش. ما هي قالت لك ايه يا دكتور؟ قالت لي ايه؟ قالت لك ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ ايه يا دكتور عزت؟ ايه يا سعاد؟ وبعدين؟ وبعدين انت؟ الله يا سلام، وش ايه وش كل حاجه وش؟ بتزعق ليه يا دكتور؟ انا ما بزعقش. لا انت بتزعق. انا حر، ده بيتي ازعق فيه، ما زعقش، ده انا حر. لا بقى مش عليا انا الحركات يا دكتور عزت. يعني ايه؟ يعني انت بقى بتزعق عشان تستفزني علشان ما نسافرش. استفزك؟ استفزك ده ايه استهاني؟ ما انا بستفزك ولا حاجه، دي مسألة. انت واقفه ليه يا زكية؟ خش على جوه يلا. امشي يا دكتور. ايوه امشي. لا 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 يا زكية، خليكي واقفة يا حبيبتي. عايزاني اقف يا ست سعاد؟ هو انا اقدر استغنى عنك يا زكاوة. خليكي واقفة يا حبيبتي علشان تسمعي كل اللي احنا بنقوله، وتدوري على شقق العمارة شقة شقة تحكي لهم اللي بيحصل. انا يا ست سعاد؟ لا انا يا زكية. خلاص 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 يا سعاد، ملوش لازمة، يلا زكية على جوه. لا يا دكتور انا ماشيه ومش عايزه الشغلانه دي. أوه. انا مش هلف على الشقق. طب انا حتى ما اعرفش حد في العماره خالص غير الكام شقه اللي في الدور الرابع بس. الكذب خيبه، والتالت بس اروح النار لو اكذب، والتاني والخامس كمان. شفت؟ وعشان خاطري يا زكيه العماره كلها او كده. اصلي خاطرك غالي عندي قوي 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 يا دكتور. انت بتزكي؟ نعم. خش يلا ودي الشنط دي عند الباب يلا. حاضر. علم واسع ينفذ حالا. سعاد سعاد ما تضيعيش الوقت، فكري اذا كنا ناسيين حاجه ناخدها معانا واحنا مسافرين. بص ايه وش كل حاجه بكلمك تقولي وش؟ انا مش فاكره اي حاجه، مش فاكره غير ان انا هقعد على فلاش المعموره واستمتع بالهواء الجميل في المعموره. المعموره؟ هو احنا رايحين المعموره؟ اه طبعا. المعموره دي مش في اسكندريه؟ اه ايوه. احنا مش رايحين اسكندريه يا سعاد. لا معلش احنا رايحين اسكندريه. ايه؟ احنا رايحين اسكندريه. لا احنا مش رايحين اسكندريه. لا احنا رايحين اسكندريه. لا مش رايحين اسكندريه. لا انا قلت رايحين اسكندريه. انا رايحين اسكندريه. انا قلت مش رايحين اسكندريه. احنا مش رايحين اسكندريه. يا سلام، ما عايز توديني فين يا سعيد؟ انا راس البر يا سعيد. لا معلش اسكندريه يعني اسكندريه. وانا قلت راس البر يعني راس البر. لا انا قلت اسكندريه. وانا قلت راس البر يبقى راس. وش كل حاجه وش وش؟ ده حاجه غريبه جدا، ده شيء لا يحتمل. بيت بشع يا ساتر يا رب. اوف حاجه مش طب. لا يطاق بس. لا يطاق خلاص خلاص. نعم. ايه يا زكية في ايه؟ جوابي يا دكتور. جواب يبقى هاتيهولي. هاتيه يا زكية. لا لا ده يبقى جواب ليا يبقى هاتيه. معلش هاتيه. ده الجواب ده ليا. هاتيه يا زكية. انا جواباتي انا اقرا الاول وبعدين ده جواب ليا. انت ما تقريش اهو. انا اللي هقراه. اصله جواب ليا انا من امي. عن اذنك. كويس كده تكسفينا وتحرجينا. انت اللي بتحرجني كده قدام زكية يا شباب. خلاص انتهينا بقى، هنسافر راس البر. يا سلام. رد على التليفون يا سعاد. لا رد انت، انا ماليش نفس. انا ماليش مزاج ارد كمان. يا سلام هترد يعني هترد؟ مش هرد انا، نزلت لي اللوز. نزل لك امتى اللوز؟ دلوقتي عشان ما ردش على التليفون. لا طلعهم تاني ورد عليهم. مش هرد يا امي. انت رد. كبسه. حكيتك اول طبعا رحت لحد هناك. شكرا يا تليفون. طيب اهو رد بقى انت. انا اللي هرد. اوكي يا زكي. اصل المكالمه دي ليا. الو منزل الدكتور عز. ايوه انا. مين؟ شطه. ازيك يا واد؟ ايه وحشتني. ايه؟ لا 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 اختشي، في اجانب قاعدين. ايه يتهبوا؟ يتهبوا ازاي؟
ده التليفون بتاعهم. تشتري لي تليفون امتى؟ بعد 10 سنين؟ بقول لك ايه، اقفل السماعه دلوقتي وبطلبني بعدين. امتى؟ بعد 10 سنين يكون احط التليفون على بطاقه التموين. ما عدلكش. لا مؤاخذه يا ست سعاد، لا مؤاخذه يا دكتور. اسمحي تقولي لي بقى، ايه يا زكيه الحكايه بالظبط؟ حكايه ايه يا ست سعاد؟ حكايه الجوابات والتليفونات. ده جواب من امي. والتليفون الاخر من امك؟ لا، من ابويا. ابوكي؟ اه. ابوكي مش ماتت؟ الكلام ده كان السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت؟ ايه يا بنت حكايتك؟ انت ابوكوا بيصحى سنه ويموت سنه؟ يا بقى يا ست سعاد، انت كل حاجه تدقدقي فيها كده، ما تفوتي شويه. خلاص خلاص يا زكيه، خلاص خش على جوه يلا. اوكي كابتن. يا بابور قول لي رايح على فين؟ سعاد سعاد سعاد، دي حاجه مفكوكه مش طبيعيه. سعاد عشان خاطري ما تضيعيش الوقت، اليوم هيفوت. ممكن تفكري اذا كنا ناسيين حاجه تاخديها معانا. يلا يلا. اوكي كابتن. يا بابور قول لي رايح. نعم يا سعاد. ايه 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 عايزه؟ ايه في ايه؟ ايه عايزه؟ ايه في ايه؟ ايه اللي انت بتعمل فيا ده يا عايزه؟ انا عملت فيك حاجه دلوقتي؟ ايه اللي انت بتعمل فيا ده يا عايزه؟ انا ما عملتش فيك حاجه. انت فاهمني دلوقتي؟ انا عملت. يا اما هلم هدومي حالا واروح بيت ابويا. يا نهار اسود، ايه اللي حصل؟ في ايه؟ الموقف متصاعد جدا. ايه اللي حصل؟ سايبني اغني واقول يا بابور قول لي رايح على فين، واحنا اساسا هنسافر بالعربيه المرسيدس بتاعتنا على اسكندريه. يا سلام. طبعا. وده يستدعي انك بتعملي كل اللي بتعمليه ده؟ امال ايه؟ لقيتك بتغني يا حبيبتي، سبتك بتغني، ما جراش حاجه. تفطمني، تنورني، توعيني. اوعيك ايه؟ طبعا تقول لي يا سعاد، يا مراتي، يا اللي ماليش غيرك في الدنيا. مفيش داعي ابدا ان انت تلغي الوابور وتقولي له يا وابور قول لي رايح على فين، واحنا هنسافر بالعربيه بتاعتنا على اسكندريه. حاضر، المره الجايه هبقول لك كده. يا سلام، مره جايه فالح قوي. ده انت انا شفت ريه على بال ما صفرتني المره الاولانيه. ما هو يا سعاد عشان اقفل العياده دي مساله مش سهله، دي صعبه وصعبه جدا كمان. يا سلام. صعبه ليه؟ صعبه جدا، ما اقدرش اقفل العياده ابدا ابدا يا حياتي. بلاش تقفلها، خلي عبده قاعد فيها، واللي يجي يكشف يحجز له وياخد منه الفلوس، ولما انت تيجي يجيلك الفلوس، تروح انت مديني الفلوس، لما ترجع تكشف على العيانين براحتك، اللي يموت يموت بقى، واللي يستنى عشان تكشف يستنى. ايه اللي انت بتقوله يا سعاد؟ انت ما ينفعش يا سعاد، الطب ده مهنة إنسانية، العيان لما بيبقى رايح لدكتور بيبقى عايز نجدة سريعة، لو ما لقاش النجدة دي سريعة ممكن تبقى نجمة نجمة نجمة، فاهمة؟ فاهمة تبقى نجمة. طيب يا عزت معلش، حقك عليا، أنا غلبت في حقك، ما تزعلش مني بقى يا عزت. أنا مش زعلان. طب اضحك بقى يا عزت. ما أنا بضحك أهو، أمال أنا بعمل إيه من ساعتها؟ لا اضحك كمان شوية. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ قاعد تضحك يا عزت، واحنا الله يستر الاسره ملهاش اخر، عمالين نشوف هنروح راس البر ولا اسكندريه وانت قاعد تضحك لي. انت اللي بتقولي لي اضحك، انت اللي عماله تقولي لي ها 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 ها. اهو عايزه ايه تاني مني؟ انت عيان يا عزت؟ لا هجيب لك دكتور حالا. دكتور عشان ايه يا سعاد؟ دكتور عشان ايه؟ عشان تقولي له نسافر اسكندريه ولا راس البر؟ لا لا لا، اوعى تسال الدكتور في حاجه زي دي، احنا هنسافر على طول اسكندريه من غير ما نسال دكتور. احنا مش هنسافر اسكندريه، احنا مسافرين راس البر. راس البر؟ لا احنا هنسافر اسكندريه. طب اسمعي، انا عندي حل يرضينا احنا الاثنين. اتفضل. نسافر اسبوع راس البر واسبوعين اسكندريه. انا موافقه. جميل. اوكي. انا ما اقدرش اقفل العياده 3 اسابيع ابدا يا سعاد، دي مساله مش سهله، هو اسبوع في اسكندريه واسبوع في راس البر. لا بس ما تقفلش العياده ولا حاجه، ما انا قلت لك عبده اهو قاعد فيها. عبده يعمل ايه بس؟ عبده هيكشف على العيانين. يو يا عزت، هيحل لنا الموقف يا اخي على بال ما نرجع من اجازتنا والصيفيه. لا لا لا، هم اسبوعين في راس البر او في اسكندريه، اختاري خلصيني. لا يبقوا 3 اسابيع بقوا في اسكندريه. ما اقدرش يا سعاد، ما اقدرش. يعني ايه ما تقدرش؟ زي ما بقول لك كده، هو اسبوع هنا واسبوع هنا، ما فيش غير كده، فاهمه ولا مش فاهمه؟ زعقلي تسخط فيا. طب يا عزت، هسافر اسكندريه. يعني هسافر اسكندريه؟ ها ست سعاد. نعم. خدي الجواب ده. مش عايزه اخد جوابات انا، مالي انا اخد جوابات انا، مالي. اصل الجواب ده. الحبوب. انا بقول تاريخ
مش هقرا اقري. انت قولي لي في ايه؟ اصل الجواب ده امي بتقول. امك اللي بتقول؟ اه. بتقول ايه يا زكاوة؟ يا ايه 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 في ايه؟ في ايه يا سعاد؟ في ايه يا حياتي؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ قولوا لي. مفيش اي حاجة، دي ام زكية كانت معذورة في لهوي وقالتها بس. انتوا بتسرعيني السرعه دي؟ لا معلش يا اصبر. لا حرام عليك، انا ما استحملش السرعات دي. طب خلاص، الخضايا دي مش مضره جدا. خلاص اوكي، انتهينا. خلاص يا ساتر، مش حل يا حاج. اعوذ بالله. كملي كملي. اكمل يا ست سعاد؟ اه. امك قالت ايه بقى في الجواب؟ هو احنا وقفنا لحد فين؟ لحد امك ما قالت ايه؟ ايه ايه يا سعاد؟ ايه ايه حصل ايه؟ حصل ايه؟ ده موضوع عائلي يا دكتور. ما تقولي يا لهوي. ايه في ايه في يا لهوي دي؟ مش اي حاجه عادل، ما قالت لك موضوع عائلي يا اخي. ما انت حشر يا ابو كل شويه قاعد تقول يا لهوي وتخضوني الخضه الفظيعه دي. خلاص حس، بلاش الحاجات دي. خلاص اوكي، ده مضر جدا عشانك. انا بقول لك اهو. اكمل يا ست سعاد؟ كملي. احنا وقفنا لحد فين؟ لحد ام ولا لطقت عليا النعمه ولا فتحت بقي ولا قلت هي البت دي المسروعه دي. اسمعي يا بنت انت، بطلي يا لهوي اللي بتقوليها دي. ما امي. امك؟ كملي كملي، مالكيش دعوه بيه، هو هيموت لوحده جوه. خلاص اكمل. كملي يا امي. بتقول يا لهوي. اطلعوا احسن لكم. اصل اصل ايه؟ بطل البتاع اللي بتعمليه ده، انت فاهمه؟ لا 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 خطيب الواد شلاطه. ياي، امك اتخطبت لولد اسمه شلاطه. مبروك. مش امي اللي مخطوب. امال انا؟ ايش؟ اه كويس. خطيبي اله لا يكسبه ولا يربحه، راح اسكندريه الشهر اللي فات عشان يتمصر. حلوه قوي يا زكي. وهو بقى بيتمشى على البلاش كويس، شاف واحده نايمه على الرمل. بص لها، بصت له، شاور لها. شاورت له طبعا. لا ايه 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 ما قلناش يا لهوي، ولا حد فينا فتح بقه. انا قلت ساكتين كده، اتخضيت قلت مات ولا حاجه. ايه ده بقى؟ معلش يا زكي كملي. وبعدين؟ وهو بقى بيتمشى على البلاش كويس، شاف البت نايمه على الرمل. حلو قوي. بص لها، بصت لها، شاور لها، شاورت له طبعا. بس كده راحت حادفة نفسها في البحر. هي حادفة ياي ماتت؟ لا، امال حادف نفسه وراها. كويس انقذها، ده شهم. وبعدين؟ لا، اتفقوا على الجواز وهم في الميه. طب مبروك يا زكيه، هيعملوا الفرح فين؟ هنا ولا في اسكندريه؟ اتفقوا على الجواز يا ست سعاد. هما الاثنين؟ اه. خطيبك والبنت دي اللي كانت على البحر؟ اه يا ست سعاد. ياي، وراح واخد تاكسي بالعداد وجرى على امه في بورسعيد. كويس. وقال لها انا عايز الشبكه بتاعتي. اه اظن الغويشه دي بقى. لا، دي جابها لي الواد فتحان. يبقى الثانيه دي؟ لا، ده جابها لي الواد على الله. يخرب بيت عقلك، يبقى الثالثه دي بقى. لا، دي جابها لي الواد يفتح الله. كله على الله على الله على الله. لازم الكور دي؟ لا، دي جابها لي الواد حسونه. انت مخطوبه بنت لكام واحد؟ لكل اللي يجيب ذهب واللي يجيب اتقال هو اللي يرسى عليه العطا. عطا؟ انت مخطوبه في المزاد العلني؟ اعمل ايه يا ست سعاد؟ الواحده لازم تعمل حساب الزمن. زمن؟ مال الله العظيم غريب. طب افرضي بقى كلهم عرفوا ان انت مخطوبه لكذا واحد وزعلوا منك ودوكي بومبا. ابيع شبكته واشتري بحقهم قلال واكسرهم وراه. هي من قله عرسان؟ ده العرسان على قافة من يشيل. ده ناس ذكية وذكية فعلا، غيرش بس الحظ اللي شوية. وايه الحظ شوية ده؟ انت مليانة سيغة هنا هوت وعلى قلبك حاجة غريبة يا بابا. خلاص يا ذكية، خلاص يا حبيبتي، حولي على القناة التانية، مش ناقصين نكد. اصلي مجروحة وجرح كبير مقطع في قلبي يا ست سعاد. خلاص يا زكية بقى، سيبيني لوحدي دلوقتي. ده لما نفسه وراها في البحر يا ست سعاد. انا عارفه يا زكية. انت قلتيلي على مصيبه، الوانه اللي مصره مصره ان احنا نروح اسكندريه. اروح اسكندريه ازاي؟ اخد عزه معايا اسكندريه عشان اشوف واحده يشاور لها تشاور له وتبص لها تبص له يحطف نفسه وراها في البحر وارجع انا من غير عزه بزيزو؟ يا نهار ده انا عزه يا زوزي. ايه 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 يا سعاد؟ ايه
اها زيرو. ايه هدرولك مفاجأة. ايه ما هدرولك مفاجأة. ما هدرولك مفاجأة بس ما يتخدر مفاجأة. انت محضرالي مفاجأة. ايه دي كده واجي اسمعها لك رين ولا طول بيجي ايه ده على طول كده مفاجأة على طول. اه ده شو سمعني ربنا يستر. نعم استنى حلي اهو اربط الحزام. ربط عزت. ايوه عزت. ايه عزت. نعم ايه مش هتفرز كتير يا هتفرز المرة. ايه مش هنسافر اسكندرية هنسافر راس البر. مش هنسافر اسكندرية هنسافر راس البر. اه عشان اصل اسكندرية ما بيخطفوش فيها حد يا عزت ومحدش بيحسب نفسه ورا اي حد في البحر يا عزت. وبعدين عشان انت ما ترجعش من ايه انت الولد يا مريرك. انت بتقول ايه يا سعاد مالك في ايه يا حبيبتي بالهداوه كده اهدي كده واتقي الله وفاهميني في ايه في ايه. بقول بس ان راس البر اهدى كتير من اسكندريه ما بيخطفوش فيها حد هو رامي نفسه في البحر. ما بيخطفوش فيها حد ما بيستيفوش فيها حد ما بيستيفوش خطفوش فيها حد يعني ايه ما بيتحروش فيها حد يعني ايه. بتقول ايه يا سعاد انا مش فاهم. ما بيصيفوش مع بعض مع بعضهم. اللي هم مين دول يا سعاد؟ هم اللي في اسكندريه دول. يعني انا مش فاهم انت عايزه ايه دلوقتي. لا مفيش اي حاجه عايزه. احنا هنروح راس البر خلاص انا قررت. يا حياتي كل ده عشاني. طبعا يا عزة. يعني انت بتضحي عشان خاطري؟ ايوه. وعايزه تروحي راس البر عشان انا ما ازعلش؟ ايوه. وانت تفتكري ان انا ممكن ابقى اناني ووافق على ان انا اروح راس البر وانت متضايقه من راس البر؟ ابدا يا حياتي. مفاجاه زي ما انت عملتي لي احنا هنروح اسكندريه. لا شلطه ايه شلطه دي؟ شلطه يعني في نفسه وراها. لا ايه مين شلطه ايه انت بتقولي ايه يا سعاد؟ لا انا بقول ان السلطه في راس البر احلى كتير من اسكندريه حقيقي صدقني يا عايزه. انت لو كلتها اصل انت ما كلتهاش في راس البر. حياتي راس البر احسن. سعاد 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 يا مراتي اهدي كده اهدي وافهم الكلام. انا خلاص قررت ان انا اتنازل ولا يمكن هروح راس البر وعشان خاطرك انت هنروح اسكندريه. يلا. لا هروح راس البر يا عايزه. لا هروح اسكندريه يا سعاد. لا راس البر ده وانا قلت اسكندريه وش إيه كل حاجه وش وش ده حاجه شيء لا يطاق. الحكايه يا ست سعاد. بس ذكيه جت. ايه ذكيه يعني؟ تعالي يا زكاوة. نعم تعالي دلوقتي. الدكتور أيوة. عاوز يسافر يصيف في اسكندريه. اسكندريه وماله يا ست سعاد؟ اسكندريه اسكندريه ماله اسكندريه اسكندريه. قولي لها قولي لها يا ذكيه فيها ايه. اقول لها يا دكتور ذكيه اوعي يا ست سعاد وانا ما كنتش احسن يتجوزوا منك هناك. انا بقول لك يا مخمزك دي واحده تشاور له وشاور لها. تبص لها بص لها في نفسها وراها في البحر يا ذكي. ايوه يا ست سعاد يلا روحي وكلمي. بقول ايه يا دكتور؟ ايوه ذكي. ممكن اقول كلمه؟ قولي خلصيني. ممكن اقول كلمه؟ يا ريت. انا بقول تعملوا قرعه. قرعه قرعه. انا الدكتور عزت محروس اقضي التصيفه بتاعتي عن طريق قرعه. بقى ده كلام بشكرك. قرعه كويسه. ايوه قرعه خلصوني اعملوا اللي انتوا عايزينه. انا عايز اسافر الوقت فات. طيب نجيب ورق ونقطعه حتت صغيره صغيره ونكتب واحده اسكندريه وواحده راس البر. واحده اسكندريه وواحده راس البر. حلوه قوي يا زكا. ويلا خشي حضري الورق الصمنطوط. جاهز جاهز. اه طب يلا جاهز. عملتوا ورق بتاع القرعه؟ ايوه يا دكتور اتفضل. نعم هو ده. اه لحقتوا جهزتوه؟ اه اوامر. خد انت يا سعاد. لا لا زكيه عشان دي محايده. انت محايده؟ أوه. انت عمرك ما كنت محايده. خدي افتح انا. ايوه افتح راس البر. راس البر. راس البر فعلا فعلا. يا اذا جاي على راس البر وحشاني قوي. حلانة الشنط. يلا يلا اليوم تحت على يلا راس البر. انا قصدي فعلا كان نفسي اروح راس البر. كده وشت كل حاجه وشت. ده حاجه مش محموله. ساعات نعم ويضحك عليك ويوديك اسكندريه. معقوله وانا غلبانك؟ مع السلامه يا ست سعاد. مع السلامه يا دكتور. سعيد يا زكيه انا بقفلي وراك. حاسبي على البيت. مع السلامه. يا بابر قول لي رايح على فين؟ يا بابر قول الملح وسافرت منين؟ يا بابر قول لي يا بابر قول لي. مفيش حد ياخد مني المكوى؟ يا اللي هنا حد ياخد مني المكوى؟ حد مفتاح. يا ابو قول لي ينفع المفاتيح دي؟ تنفع. يا ابو قول لي سافرت منين؟ يا ابو قول لي
يا عالفين. يا بابور قول لي وسافرت منين؟ وسافرت منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتخضيت يا جميل؟ مين؟ برهومة؟ ايوه برهومة. اقصى عليك يا ولد، خضيتني. انت هنا من امتى؟ اتخضيتي؟ انت هنا من امتى؟ بعد الشر عليك من خضة. ان شاء الله انا والوابور. على العموم انا هنا من ساعة ما الوابور قام من محطة. اقصى عليك يا برهومة، مش كنت يا ولد تدق الجرس؟ وادق الجرس ليه؟ انا جاي بخش كده لقيت الباب مفتوح، قلت خش يا ولد مفيش حد هنا بقى، واقعد بقى خش اهو بقى فرصه. نعم يعني انت عارف انهم مش موجودين وجيت قصادها؟ بقى قصادها مع سبق الارصاد والترصد وكل البراسه. ولا ايه يا اخويا؟ مع سبق الارصاد والترصد وكل الترصد، وقلت اجي بقى احنا ورانا حاجه. المهم احنا مش في كده. امال احنا في ايه؟ خلينا في نفسنا يا جميل. نعم. انت ساكت على روحك ليه؟ قلت ساكت على روحك ليه؟ قلت حرام. ايه وده حرام؟ ايه انت محتاجه لعمليه نبش. نبش فراخ ولا ايه؟ حسك. ماله حسك يا بنت حواء وادم؟ ايش معنى؟ يهبل. هوسه جالي هوسه. انت ما تسيبيش نفسك، ما تسكتيش على نفسك يا زيكا. انت لازم تقدمي في ركن 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 ايه؟ اي ركن وخلاص. صحيح يا برهوم، حس عاجبك؟ عاجبني حسك وبس، ده انت كلك على بعضك كده عجباني. انت فين يا زيكا؟ نعم. عارفه انا ليل ونهار وليل بدعي ربنا انه يكمل لي مهرك، واخد مهرك في ايدي اليمين والمأذون وينج شمال. أيوة. واخد الملعب جري يجري 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 وبين التلات خشبات وهوبا جون، اروح واخدك من امي زي الاهلي ما خد الدوري من الزمالك. بعدين معاك يا مرهوم، ما تكسفنيش امك. ايه ده؟ الحلال في كسوف؟ الحلال ما فيهوش كده؟ في بيتكم طعام؟ اتفضل معاي. يدوم العز. روان انت هتاكل صحيح ولا ايه؟ امال هاكل مكسر؟ ده انا حظلط. يا لواد يلا تهوى على الدكان بتاعك. دكانه مين يا بت؟ الدكان يا واد اللي بتشتغل فيها، اللي بتاكل منها عيش. عيش؟ هو في اجمل من كده ولا احلى من كده؟ عيش ده عيش يا واد. اتهوى لوسطى شلبي الفايده. اسطى مين وبتاع مين؟ انا يهمني حد؟ اسم الله، ده ايه ده كله؟ اوعى ما يكونش. لا يا اختي يكون. اعرفي بقى ان انا بجلالة قدري ما يهمنيش حد في الدنيا دي كلها، مفيش اي ابن ادم يملعيني. ولا انا؟ انا بقول اي ابن ادم مش اي ملاك. اخ منك يا ابن عزيزة. لا بقى ابن عزيزة انما راجل وعصاصي كمان. راجل ايه يا اخويا؟ راجل عصاصي. يعني ايه عصاصي؟ انت ما تعرفيش عصاصي يعني ايه؟ لا. عصاصي يعني كومت نفسي فوق نفسي. ايه الكلام ده يا واد؟ انت بتتسقف من ورايا ولا ايه؟ شفتي بقى انا مسقف ازاي؟ انت ما شفتيش حد في عيلتكم مسقف قبل كده؟ لا. ولا حد في عيلتكم اتخرج زي من محو الاميه؟ دمك خفيف يا مضروب، كلامك حلو زي الدلعادي محمود ياسين. ايه محمود ياسين ده بقى؟ ايه محمود ياسين اللي بتشبهيني بيه؟ محمود ياسين حرام عليك تشبهيني بيه. محمود ياسين اشتغل زبال. وانا مكواجي قد الدنيا. تعجبني يا واد، تعجبني يا مكوة قلبي. يا شماعة روحي. يا ابن صوتك منشية جوه نخشيش امي. وبعدين معاك يا برهومة. بصي بقى حاكل ولا؟ وعلى ايه ولا؟ كل بس بحنية. ده انا وانا حاكل بس ده انا حظلط. خد يا برهومتي طماطم. طماطم ومصححة. يا خد حتة الفراخ دي كمان يا برهوم. من ايد منع؟ ايه دي؟ فراخ. هي دي الفراخ؟ اه. بتتكلمي جد؟ اه بحياتي. فين دماغي؟ دي ايه دي؟ فراخ. تعالي شوفيني ياما، تعالي شوفيني، شوفي القمر اللي انا فيها. تعالي ياما شوفي القمر بيديني اكل.
وباكل ايه؟ فراخ، فراخ من غير ما ينقف في طابور الجمعية. وبعدين معاك يا مرهوب، هتاكل ولا تقوم؟ هاكل. كل. هاكل يا جميل. كل وانت ساكت. هاكل من ايد الأب. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ترى مين اللي جاي الساعة دي؟ يا ترى من في ايه؟ الخبر. خبر ايه الخبر؟ في حتة بس. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا دكتور الدكتور. قولي له عيان، قولي له عيان. قول له عيان ازاي؟ قولي له قلبي مش هنا. قول له قلبي مش هنا ازاي؟ الله يرحمه صاحب صاحب الشقة. طيب بسيط بسيط قوي. قولوا لي قولوا لي قولوا لي المكواكي جايب المكوى خلاص. اصل النبي عليه ما دخلش حد هنا خالص. انا مش حد غير ما تقول لي الباب كده. طب وبعدين اخبيك فين؟ طب خبيني اخبيك فين؟ اقول لك انزل معاهم. السخابه تحت الترابيزه. السخابه تحت الترابيزه. هتسعني يا اخي. خش وخلاص اجدع منك دخل تحتها. ماشي خش. حاضر حاضر. طيب ايه يا مؤاخذه انت كلمت يا بنت؟ اصل سيبيني ساعه واقعد على الباب. ما لقيتوش يا زكريا؟ اصل كنت في المطبخ. معلش. طب ما لقيتوش؟ هو ايه يا دكتور اللي كان معايا دلوقتي؟ دلوقتي انا هنا اهو. لا ما شفتوش. كان معايا دلوقتي وبعدين انا حطيته هنا. ما ادور عليه يا زكي. ادور عليه البتاع اللي كان معايا يا زكي. الله. هو ايه يا دكتور؟ المفاتيح. مفاتيحي مفاتيحي نسيتها. مفاتيح العربيه مش لا لا ما شفتهاش يا دكتور. طب دور عليها يا زكي. حاضر بعدين هبقى ادور عليها. شوفيها في اي حته. انا مش فاضي دلوقتي يا زكي. دوري. ما انا هدور بعدين يا دكتور. دوري معايا يا زكي بدل ما انت واقفه كده عاوزه اي لوح. دوري يا زكي. ما انا هدور يا دكتور. شوفي يمكن تحت الترابيزه. لا اصل اصل خروف الجيران يا دكتور. خروف الجيران؟ سهاني ودخل الشقه. انت اتسرعت يا بنت. اتهبلتي. انا مش بفاضل خروف الجيران دلوقتي. انا بدور دلوقتي على المفاتيح يا زكيه. يعني انا دلوقتي بدور على المفاتيح. ما مش فاضيلك اصلا يا زكيه. انا مش فاضيلك يا زكيه. انا بدور على المفاتيح يا زكيه. عايز المفاتيح. سعاد دلوقتي تتضايق يا زكيه. حرام عليكي. ما انت لا يمكن هتدور على المفاتيح الا لما احكي لك حكايه الخروف. انا مش هدور على لازم ادور على المفاتيح. مش فاضل حكايه خرفان يا دكتور. الخروف دخل. قعدت اقول له خلي بالك يا خروف. شيل الحاجه اللي في بقك يا خروف. اسمع كلامي يا برهومه. برهومه برهومه ده ايه ده كمان انت؟ اصلهم بيدلعوه. هو اسمه كده. خلصيني. عارف عملت ايه؟ احكي الحكايه وخلصيني. لازم انزل سعاد دلوقتي تتعصب. جبت الملايه بتاعتي كده. شوف يا دكتور. هاي. مسكتها ايه كده. وقعدت اقول له ايه كده. وقعدت اقول له سك يا خروف. سك يا خروف. سك يا خروف. سك يا خروف. ده ايه؟ سك يا خروف. سك يا خروف. سك يا خروف. انت كلمت 100% يا سعاد. لا خليك كده. خروف اللي مشوا ما عادش هيخش الشقه يا زكيه. انت اتجننتي. انا مش فاضيلك. سعاد تحت مستنياني. دوري معايا على المفتاح. الله يخليك. حاضر. دور تحت الترابيزه. حاضر. ما انا مش لاقي تحت الترابيزه. اسمعي. نعم. انت مش معاك المفتاح اللي كنت هتديه لاخت سعاد؟ بس انا هديهولها علشان وانتوا مسافرين. دي شقه على الشقه. لا لا اديهوني انا دلوقتي. خليه معايا. وبعدين لما تبقي تلاقي المفتاح اديه لاخت مراتي. ما لقيتيهوش يبقى سك الباب وراكي. انا لازم انزل. طيب حاضر. ما هو بدري يا دكتور. ايه يا سعاد؟ ايه اللي جابك؟ اللي جابني سايبني ساعتين قاعده ملطوعه تحت ولا انت سائل فيا؟ ما انا هعمل ايه بس؟ اصل البنت زكيه عماله تحكي لي مش عارف برهومه وكلام فارغ. انا رايي وما زكيه لقيت المفتاح ولا لا؟ الله انت متعصبه ليه يا سعاد؟ ايه اللي متعصبه ليه؟ اما لقيتش المفتاح دورت عليه ما لقيتوش. وبعدين؟ خدت المفتاح اللي مع زكيه. يا سلام. ما كمل الاول تاخد المفتاح اللي مع زكيه. لازم تقعد ترغي معاه ساعتين وانا سايبني ملطوعه عشان انا ما همكش. لو كنت همك صحيح ولو كنت حاططني في دماغك يا عزك كنت نزلت على طول. جرالك ايه يا سعاد؟ ما جراش حاجه. الموضوع ما يستاهلش. يلا بينا عشان نسافر. لا انا مش هسافر بقى يا دكتور. يعني ايه مش هتسافر؟ هقعد هنا في البيت. هنقضي الاجازه هنا في البيت. وكمان برضو مش قاعده لك في البيت. عزك انا هروح اقعد عند اختي كام يوم لحد ما اعصابي تهدى وبعدين ابقى تعالى خدني من هنا. ايه يا سعاد اللي انت بتعمليه ده؟ اقول لك بلاش تيجي تاخدني خالص. انا عارفه السكه لوحدي. هبقى اجي لما اعصابي تهدى. تعالي هنا يا سعاد. المسألة مش محتاجة المشكلة. مفيش داعي. هي مشكلة يا عزت. حياتي معاك كلها بقت مشكلة يا عزت. هي لسه هتبقى مشكلة؟ الله روقك يا سعاد. مفيش داعي اللي بتعمليه ده. سيبني على طول. سيبني يا عزت. ما انتش سائل فيا. ما الصبح تنزل تروح المستشفى. بعد الظهر تروح زيارات للعيانين. وبالليل تروح المستشفى تاني. سايبني مسجونه هنا في البيت على طول يا عز. حتى الشغاله بتاخد اجازه. انما انا قاعده هنا في البيت. لكل اللي يضرب الجرس اروح افتح له الباب وخلاص. يا سعاد البيت ده بيتك انت. بيتك وبيتي. فاهمه ازاي؟ انا عارفه انه بيتك. ولا ليك بيت تاني يا دكتور؟ يمكن ليك بيت تاني وانا مش عارفه. انا ماليش بيت تاني يا سعاد غير بيتنا ده. بيتي وبيتك اللي بنيناه بكفاحنا وتعبنا وعرقنا.
بيتي وبيتك اللي شاف ابتساماتنا وشاف حزننا. البيت ما كانش كده يا زمان يا سعاد. البيت ده اتبنى بالتعب والكفاح والعرق. انت ناسي يا سعاد بيتنا ده كان عامل ازاي زمان؟ كان لسه بيت صغير. فاكره اول ثلاجه اشتريناها كانت 6 قدم مش زي الثلاجه ال 18 قدم اللي عندك جوه. فاكره اول تلفزيون اشتريناه كان تلفزيون صغير ابيض واسود 14 بوصه مش ال 26 الملون. البوتاجاز التكييف كل الحاجات دي جت ازاي يا سعاد؟ جت بالتعب والعرق. 10 سنين يا سعاد 10 سنين وانا بتعب. 10 سنين 10 سنين ضاعوا من عمري معاك. وقبلها سنه اتخطبنا فيها وكتبت كتاب كانت احلى سنه في سنين عمري. حلمت فيها شفت فيها كل اللي كنت اتمناه في حياتي. فضلت اطلع لفوق فوق واحلم لحد ما لقيت نفسي تحت هنا في البيت مسجونه زي زكية الشغاله. حتى زكية بتخرج بعد الظهر انما انا لا. انا طول عمري محبوسه هنا في البيت بقى بالنسبه لي سجن. يا سعاد البيت ده مملكتك وانت الملكه فيه. ملكه؟ ملكه على مين يا دكتور؟ في ملكه من غير شعب؟ اذا كنت انا الملكه فين الرعيه؟ زكيه شغاله؟ ما تتكلم يا دكتور ما تجاوب ما ترد. انا مش عارف اقنعك ازاي يا سعاد. عارف يا عزت الست مننا اقل تضحيه بترضيها. اقل تضحيه من الراجل اللي بتحبه بترضيها. بس تكون تضحيه ملموسه شايفاها بعينيها. انما لو عمل عشانها المستحيل من غير ما تشوف ما تصدقش. هي دي طبيعه المرأة. لازم تشوف بعينيها عشان تصدق يا عزت. لازم تشوف عشان تصدق. يا سعاد انا اللي بعمله ده كله عشان مين؟ مش عشانك وعشاني. لا عشانك انت لوحدك يا دكتور. انا مش عايزه فلوس. انا عايزه صدر حنين ارتاح عليه. ايد حنينه تمسح لي دموعي. صدر حنين اشتكي له يسمع شكوتي يا عزت. يسمع شكوتي. عزت زكية الشغالة من شوية كانت بتعيط ليه؟ عشان ست وانخدعت في الراجل اللي بتحبه. سابها وراح اتجوز عليها واحدة تانية. أنا مرة قريت في مجلة حكاية حصلت هنا في بلدنا يا عزت. كان في راجل بيبيع ليمون ساب مراته نايمة في البيت وخرج دخل حرامي عشان يسرقها. مرات الراجل حست بيه صحت صرخت. الراجل كان عايز يضربها يموتها. جوزها من بره سمعها وهي بتصرخ بتقول الحقوني. دخل على الحرامي وضربه بعصايه على دماغه. وبعدين الناس اتلمت ومسكوا الحرامي وودوه القسم. تعرف الست عملت ايه؟ فضلت تحكي الحكايه لكل واحد يقابلها تقول لهم جوزي انقذ حياتي. رجلي حماني وقت الخطر. فاتت الايام وجوزها عيب ودخل المستشفى. قالوا له لازم يستأصلوا له الكليه. عارف مراته عملت ايه؟ اتبرعت له بكليه عشان تنقذ حياته. عارف ليه يا عزت؟ علشان وقت ما عزته لقيته جنبها حماها في وقت الخطر. وانا بقول لك اهو يا عزت وقت ما تحس ان انت ممكن تحميني وقت الخطر كلمني حكيلك. هتلاقيني تحت رجليك يا عزت. هتلاقيني تحت رجليك. سعاد ما تكلمش. مش عايزه تصحصحك. مش عايزك تكلمني. سعاد بس سعاد بصت وكل حاجه قلت عندك. سعاد سعاد ايه سعاد؟ ست سعاد راحت فين؟ نزلت يا زكيه راحت عند اختها يومين. زكيه انا اجيب لحضرتك الشنط. هاتيها لي دخليها للاوضه انا هخش استريح شويه يا زكيه. مش تقرا ولا ايه؟ الاستاذ موجود؟ استاذ مين؟ الاستاذ ايه دي؟ دي ميم عين عين عزيز.
لا استاذ عز زين عز الاستاذ عزرائيل موجود. انت عايز الاسم اللي فكرت ده؟ الاولاني. الاولاني ده عزت. عزت عزت ميم دي ميم. استاذ عزت مكبوس موجود. ما عندناش حد اسمه عزت مكبوس. احنا عندنا الاستاذ عزت محروس. محروس محروس. ايوه قولي له مندوب الدهون. نعم مندوب الدهون. قولي شو الكارت الدهون يبقى ايه؟ يبقى مقطف جرائيه. اتفضلي يا انت. الله بسرعه شويه اقول له بس كده مندوب الدهون. حاضر. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ سيدي سيدي على البيوت اللي تفتح النفس. ايه كراسي مكسره. يا سلام. ايه ده ليف محشي ليف. ما بيقعدوا على ليف امال بيستحموا بايه؟ ده ايه ده حط السجاير في اطباق. اهو كده البيوت يا سيدي. سيدي سجاير جيد عجبي سجاير ومسامير وذهب. ده ايه الهنا ده؟ ده ايه الهنا؟ وايه ده؟ قلنا سودا. يا سلام يا سلام رخام. حاطين الرخام على الحيطان. امال بيعملوا فطير على ايه؟ يا سلام. ايه ده؟ ايه الهنا ده؟ يا سلام. لا اله الا الله. اول مره في حياتي اشوف ورد من غير ريحه. ورد من غير ريحه ازاي؟ سلك. صنعه. بيسمعوك يا ورد. يا سلام يا سلام على الهنا اللي العالم فيه ده. ترى الواحد مش عايش يا ولد. ايه ده وماشي على الحيطه وما طب البسوه. يا سلام يا صلاة النبي احسن. ده ايه ده؟ ايه والله زمان والله زمان الواحد ينام له ساعتين. ايوه كده. قال دي سجاجيد. والله احسن من بيتكم يا سيد. يا نعم. هو البيت اتقلب ليه؟ مين حضرتك؟ انت اللي مين حضرتك؟ انا سيد. انا عايز دكتور عزت. انا عزت. نعم اي خدمه حضرتك. اي مساء الخير يا بيه. اهلا وسهلا. نهارنا ابيض ان شاء الله. انا من طرف الدهول. ازاي دهول بيصحي؟ بيسلم عليك. وحشني خالص. الله يكرمك. اذا صحتهم الله يخليك. واولاده بخير كلهم تمام؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. واخباره ايه الايام دي؟ اخباره كويس الحمد لله. هو خالي شغل. سيد بيه خالي شغل الايام دي؟ معقوله سليمان بيه دهول خالي شغل؟ ده انا ليه؟ انت اللي خالي شغل. انا تعبان. هو بعتني. بعتني ليك عشان اشغلك يعني شغلانه. ايوه بيه. اي خدمه. طب انت ليك صنعه اصلا بتشتغلها يا اخ؟ طبعا يا بيه. امال مؤاخذه يعني عايش سفلقه؟ بتشتغل ايه؟ بشتغل طبعا بشتغل في السينما. في السينما؟ ممثل يعني؟ لا يا بيه مش ممثل. امال عارف حضرتك السيما؟ اه انا بقى مش بشتغل في السيما. في السيما. ايوه في السيما. ها لا بالهداوة عليا. بتقول ايه بقى؟ عارف حضرتك السيما؟ ايوه السينما. انا بقى
انا مش بشتغل في السيما. في السيما؟ امال فين؟ في السيما. وبعدين معانا يعني ايه اللي انت بتقوله ده بالهداوة عليا؟ انا هقول مش عارف مين بقى. عارف حضرتك مش في قنار اسود كده اي جواه بافته بيضة؟ الشاشه اعملها دي. انا ما بشتغلش في الشاشه دي. ايوه انا في الزيمة. لا جوه السيمة. جوه السيمة؟ ايوه في السينما يعني. في السيمة جوه. ازاي بقى؟ جنب الناس. يعني ايه جنب الناس؟ يعني الناس تبقى قاعده انا اقعد جنب الناس. بتشتغل ايه؟ بتتفرج في السينما يعني؟ لا متفرج ايه؟ انا ما بشتغلش متفرج. وما بشتغل ايه؟ حد في الدنيا يشتغل متفرج؟ امال ايه بس؟ يروح في بيتهم يقول لمراته سلام عليكم رايح الشغل ويروح يتفرج. امال ايه؟ يا بيه انا مش بشتغل في السينما. يعني هقول لحضرتك الناس تبقى قاعده انا جنبها لازق واخد بالك انت وعيني هنا وهنا وهنا. حاطينك في السينما ايه؟ عمود يعني؟ اشتغل عمود. امال ايه بس؟ راجل صح الاولاد محترم زي يبقى عمود. امال بتشتغل ايه؟ بوري جارد. ايه؟ بوري جارد. اسمي بوري جارد. بوري؟ بتشرب بوري؟ لا يا بيدي شغل. انا ما عارف انت العيال اللي بوري جارد تليهم عيال كده لا مؤاخذة فل ناس صحتها عيانة بالصحة ناس حلوة. ايوه تفلسة كده. اسم الله عليك. انا بقى بوري جارد متفلس كده. ايوه علقاجي بالبلدي. علقاجي اسمه. علقاجي؟ ايوه. لا بودي جارد اريح. علقاجي بيه يعني تعمل ايه بقى علقاجي؟ اقول لك نعمل ايه. نقعد كده ونشوف العيال اللي اخر لبط. عارفهم انت. عيال قاعده في السيما اخر لبط بعد عنك. فيلم شغال البطل والبطله مثلا لما مؤاخذه بيقولوا كلام سر تقول له يقول لك ايوه يا صاحب السيما. تعمل له انت ايه بقى؟ يقول لك لما يمشوا مع بعض كده في يقولوا سيب اللي مش عارف ايه يا معروف سيب. الفاظ نابيه 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 بيقولوا الفاظ نابيه. تعمل فيهم انت ايه بقى؟ عدوك. عدوك هو انا امسك الواد واحده بس اخدش اللي هي واحده بس من الطرشه. يا سلام. هدي اسمها الطرشه يا بيه. دي العامشه. الطرشة ودي العمشة. دي ما بتسمعش دي ما بتشوفش. اتفرج يا بيه السيما ماشية اخر ألاقة. ده مرة حصل يا بيه فيلم. فيلم ايه؟ فيلم بص شوف اللي ماشي على هدومك. قعدنا يوميها بين اللي ماشي على هدومي ده. مش هدومك انت. مش هدومك انت ده هدوم الفيلم. والفيلم ليه هدوم؟ اسمه كده فيلم اسمه بص شوف اللي ماشي على هدومك. في فيلم اسمه بص شوف اللي ماشي على هدومك؟ وهو ده بس. وهو ده بس اللي مش عاجبك. يا سلام. هتفرج على الاسامي بتاع اليومين دول في الشوارع عجب. ازاي؟ عجب طول ما انت ماشي شايف اسامي افلام عجب. يقول لك لا تعيط يا حبيب العمر. صور في فيلم اسمه ما تعيطش يا حبيب العمر. حاجة ويقول لك ايه اللي يغيظني يقول لك ضربة شمس مرض. فيلم مرض واحد خد ضربة مرض بكرة يعملوا الانفلونزا. الفيلم العظيم تعالى شوف. مؤاخذة تبقى ماشي في الشارع على مؤاخذة وشايف فيلم يقول لك الفيلم العظيم المصران الأعور. ولا كلكم يا بيه كلكم ولا تظلموا النسوان ده كله. لا تظلموا ده كلام حد في الدنيا يا بيه. هم دول يتظلموا بظلمين الناس كلها يا بيه. افلام انت دمك خفيف. تعالى لي ربنا يكرمك. انت قلت لي اسمك ايه؟ انا اسمي سيد. اهلا يا سيد. اهلا وسهلا. سيد ايه بقى؟ سيد خليها على الله. ونعم بالله يا سيدي ونعم بالله.
سيد ايه بقى قلت لي؟ خليها على الله. ونعم بالله. ها سيد ايه بقى؟ خليها على الله. خليها على اسم سيد، خليها على الله. ابويا اسمه خليها على الله. ابوك اسمه خليها على الله. ايوه بيه. اسمك سيد خليها على الله. ايوه بيه. اهلا وسهلا. الله يخليك ويكرم. اهلا اهلا. الله يخليك. اسمك الثلاثي ايه بقى؟ سلاسه. اسمي سلاسه ايه؟ مش اسمي سلاسه. لا الثلاثي. يعني اسمك ثلاثي يعني اللي بعد خليها على الله. جدي. جدك هو ده اسمه سلاسه؟ سلاسه. عايز اسم الجدي؟ ملوش لزوم. اسمك سيد خليه على الله ملوش لزوم؟ لا ملوش لزوم اقوله يعني. ملوش لزوم تقوله ليه؟ ما يا مستورة احسن كده. لا معلش يا سيد، عشان اصل لو بعتك بكارت توصيه لحد ولا حاجه يبقى لازم الاسم ثلاثي عشان نبقى عارفين انك زي البطاقه يعني. بس ابيدها يعني ما ملوش لزوم. انت اسمك ايه؟ خلصنا يعني. انا ما بقولوش اصلا يا جدع. انت على التلح. مش التلح. اذا اوكي التلح. التلح. ما هو مش انا اللي سميته يا بيه. في واحد اسمه التلح؟ الله يرحمه جدي. كان تلح. بس ما تقولهاش كتير بقى. بس بيه هي مره وخلاص. اهلا يا تلح. والله فرصة سعيدة حقيقي يعني. العيلة كلها مدلحين كده. لا مش العيلة. جدك بس هو عشان كده غيرته خالص. هو التلح الوحيد. انا غيرت الاسم ده ما بقولوش الا للحبايب يعني. التلح ده. امال بتسمع؟ انا غيرته ليا اسم شهرة. ايه بقى؟ تاني. الاطبش. احن. لا ده التلح ارحم. اهلا يا تلح. اهلا وسهلا. سيد يا بيه. شوف يا سيد. اسمي سيد. مش انت بتاع ضرب؟ طبعا يا بيه. امال بتاع. انا جات لي فكره. فعلا هو ده الحل الوحيد. هتشوف لي شغلة. اسمع يا سيد. هتشوف لي شغلة. انا فعلا عندي لك شغلانة بتاعتك بالظبط. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. انا بجري على 37 نفر. 37 نفر في رقبتي انا يا بيه. 37؟ ايوه يا بيه. ليه يا سيد؟ انا مخلف منهم 17 بس. والباقي؟ 5 اخويا توفى وسابهم لي. والدتي اتجوزت واحد، جوز امي عنده عيال اتوفى سابهم لي. رخر. كل دول في رقبتي انا ويعلم الله انا جاي لك ليه. لا خلاص شغلانه ليك وهي شغلتك. انا خليتك. هي تمرجي. لا تمرجي ايه؟ لا شغلانه ثانيه. امال ايه؟ تترولي. لا لا. هضرب بقى. هنضرب. شغلانه كلها ضرب. طبعا يا بيه الله يكرمك. هي دي. من غير ضرب. ايوه. ضرب بس من غير ضرب. يعني الشغلانة مليانة ضرب. ايوه بس من غير ضرب. حلوة بيه. حلوة بيه. ضرب بس من غير ضرب. ده العبلة في بطن امه. ده ايه بيه؟ فزورة ولا ايه؟ يعني انت هتبقى في شغلانة كده مليانة ضرب وحاسس بالضرب وشايف الضرب. من غير ضرب. ازاي بس؟ مخلصاتي. مخلصاتي ايه؟ مخلص يعني. هتنضرب يا سيد. مين ده؟ انت. ابعد ابعد من قدامي. ايه؟ ابعد من قدامي. ايه؟ ضرب. الحمد لله عايشين بكرامتنا لحد. احنا شغلتنا دي. انا بمشي الناس توقف من غير لازمه لا مؤاخذه. تيجي تقول لهم ضرب. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسف. عم الدهول ده تريد هول بصحيح. طب يودينا عند ناس. انضرب. سلام عليكم. يعني هذه الشغلانه الوحيده اللي كانت عندي يا سيد. انا اسف. معلش اشوف لك حد تاني. انا اسف. كنت هدي لك 10 جنيه يا سيد. 10 جنيه دي تأسس بيها لب انت ومراتك. انا اسف. سلام عليكم. مع السلامه. الله يسلمك. 30 جنيه يا سيد. 3 هتضرب امتى؟ تلاتين جنيه بحاله. 30. ايه رايك؟ هيجيبه. هيجيبه طبعا. هيجيبه. ربنا يكرمك. انا تحت امرك. وي يا كلام فارغ. اسمع. أيوة. تعالى معايا جوه نتفق على الخطه هتعجبك جدا. خطه؟ هي معركه ولا خناقه؟ لا ابدا هي علقه بسيطه كده وتاخد 30 جنيه. يبقى من غير خطط. غير خناقات عايزه خطط. مفيش اي حاجه تلاقي رقبتك راحت ولا اي خطه ولا اي حاجه. لا 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 الخناقه بتاعتنا دي عايزه توضيب وتكتيك وخطه يا سيد. تعالى معايا. شكلها في الاوضه دي. تعالى. امرك يا بيه. شاي وراك فين يا
طيب أفند. مين؟ برهومة؟ ازيك يا واد؟ ها؟ لا ما حصلش حاجة. لا لا ما خدش باله. لو كان خد باله حقه كان بقى يوم. ايه؟ الست؟ بعدين بعدين. لا بعدين. الله؟ انت بتسأل ليه؟ الست مشيت غضبانة. اه يا حبة عين، امال ايه؟ مش ست؟ الدكتور؟ لا الدكتور مش عارفة بقى هيسافر ولا هيروح يجيبها. ايه؟ لا بقولك ايه؟ انت مصر وبتسأل ليه؟ ايه؟ اخ منك اخ اللي يحكمنا عليك ارميك في البحر وارمي نفسي وراك. مين يا زكية؟ لا مفيش حد، دي النمرة غلط يا دكتور. أيه. طيب مع السلامة انت دلوقتي يا برهوم. لا 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 ما عطلكش، مع السلامة. بعدين يا ناس يا شر، كفاية قر بقى كل شوية تنتن والنمرة غلط، تنتن والنمرة غلط على طول كده. كسفتونا مع الدكاترة خرابي. ايه يا زكية مين؟ ده النمرة غلط، مفيش حد. طب اسمعي، خش جوه وما تخرجيش اطلاقا الا لما اندهلك، مفهوم؟ ما هو بس يا دكتور ال يلا علم. مع تحيات زكية برعي. حلو المدام بتاع سيادتك. ظريف. مدام مين؟ دي المدام؟ مريدين. دي شغالة يا ولد. شغالة؟ المهم خلينا في المهم دلوقتي، أظن الخطة بقت واضحة والمسألة سهلة قدامك أوي يا سيد. يعني حكاية مش حكاية الخطة والمسألة. أمال؟ ولا الضرب كمان. أمال إيه بس؟ حكاية السرقة اللي ورا الضرب. يا سيد أنت صدقت دي مش سرقة بحقيقي، دي مجرد خدعة قدام مراتي، فهمني هفهمك. أنا بس بحاول أقنع مراتي إن أنا بحبها وبحميها. أنت هتخش تعمل إنك بتسرق، أنا هقوم أعمل إني بضربك، مراتي تنبسط منك وخلاص ب30 جنيه. لا بيه لا مؤاخذة، افرض وأنت بتضربني مراتك جات لها نخعة الشهامة وراحت راقعة بالصوت الحياني في مفيش حاجة، دي مسألة عائلية بيني وبين سيد. خش. ما احنا رحنا في ده يا والعيال اتشرادوا. يا سيد اطمن، مراتي ست زي شيك جدا وزوات، ولا يمكن تقول يا لهوي بالطريقة البشعة اللي انت بتقولها دي. يعني بالكتير قوي لو اتعصبت وقالت يا لهوي هتقول يا لهوي وخلاص. يا لهوي وخلاص. المدام بتاع حضرتك تقول ايه؟ ليه عيانة بيه؟ لا ايه ده، انا عندي مراتي تعتفرج يا بيه. اول امبارح احنا ساكنين في الشبرة، نخعت يا لهوي في شبرة صحت اخويا في المنيا، عالم صحتها فل. يا لهوي اطمن يا سيد اطمن، ما تطمن مش هيحصل حاجة بإذن الله، كل حاجة هتمشي زي ما اتفقنا. لا بيه لا بيه لا، يا التوبة تيجي في المعطوبة، أنا مش حرامي. يا سيد أنا عارف إنك مش حرامي، أنت هتمثل بس إنك حرامي، ده مجرد 5 دقايق وب30 جنيه عشان خاطر عيالك. ما هو عشان خاطر عيالي أنا مش عايز أشتغل الشغلانة دي، افرض حصل واتظبطت واتقبض علي، يقولوا إيه العيال؟ الناس تفضحهم في الشوارع؟ ابن الحرامي راح، ابن الحرامي جه، ابن الحرامي كان، ابن الحرامي كان، ابن الحرامي راح. اطمن يا سيد مفيش حاجة من دي هتحصل، كل حاجة هتمشي زي ما انا موظفها، انت مجرد هتخش وخلاص يا سيد، ده تمثيل في تمثيل. ايوه بس طب احصن نفسي. تحصن نفسك؟ اه يعني تعمل ايه؟ احصن نفسي، افرض ضربتني ضربة رحت مضيع لي فيها عين، ما اشتغلتش بقى بعد كده. اطمن راحت ودن يا سيدي، رجلين يا اخي. لا انا دكتور وهعرف اضربك فين، هما كده كده يا الدكتور. الدكتورة مالها؟ امال ده ضرب؟ ايه دخله درسته ضرب في كلية البتاع؟ درسته ضرب؟ يا سيد اطمن، انا مش هيحصل حاجة، الحكاية كلها تمثيل في تمثيل بقى خلاص. احصن نفسي. يعني ايه تحصن نفسك؟ عايز ايه؟ اكتب لي ورق رسمي انك انت مسؤول مسؤولية كاملة عن اي حاجة تعصب، غير كده سلام عليكم. طب افرض انك استعملت الورق ده ضدي، اضمن منين؟ شفت بقى؟ شفت انك بتشك؟ اشمعنى انا ما بشكش فيك؟ اشمعنى انت؟ اكتب لي الورقة اتكل على خلاص خلاص خلاص. آه. اكتب لك وامر الله. ايوه كده عشان كل واحد يعرف هو فين. هجيب قلم من جوه. اتفضل. وقلم يكون بيكتب. مش لاقي قلم في البيت ده.
ولا على الترابيزة في ألم ولا في ألم ولا في حاجة. البيت كله ما فيهوش ألم. أيوة أهو ألم أهو. لقيت؟ لقيت. تفضل اكتب. عايز تضربنا قدام المدام عشان نقول عليك حمش. شوف يا انت مش هتاخد 30 جنيه عايز ايه؟ اكتب من اول السطر 30 جنيه بقى عيني ب 30 جنيه من اول السطر في لا في نص الصفحه. ايوه اقرار. ايه؟ اقرار. اقرا ايه؟ اقرار بيسموه في نص كده اقرار. اقرار. ايوه اقرار. من اول السطر. ايوه من اول السطر. ايوه كتبت ايه؟ انت قلت حاجه. ايوه اقر 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 اسمها اسمها واعترف اعترف انا عزت محروس. ايوه بعناي مسؤول مسؤوليه كامله. الموقع ادنى الموقع ادنى تحت اسمها ادنى الموقع تحت ادنى يا عم طول عمرنا بنسمع فوق شمال فوق تحت. عمرك سمعت عن حاجه اسمها شمال يمين فوق ادنى؟ اسمها تحت. انا الموقع تحت. انت حر امر الله. أيوة. الموقع تحت. عزت كتبنا اسمك بالكامل. عزت محروس. بعناني مسؤول مسؤوليه كامله عن اي حاجه تحصل للسيد. سيد خليها على الله. التلح. اشمعنى دي اللي فاكرها دون عن اي حاجه؟ التلح. ايوه حيث انه الشهير بالضبش ولا ملهاش؟ ملهاش خلاص. اذا حصل له مثل تربنه. ايوه او تشويه خلقه. او طيران عين. ايوه خلاص. او ودن او جزء من اي حاجه اكون انا مسؤول عن هذه الاشياء امام القانون. امام القانون وعلى الهيئات الرسميه باجمعها كلها. يا سلام. ايوه والله ولي التوفيق والسلام عليكم. تحت. توقيع دكتور عزت محروس. لا لا مؤاخذه الاسم سلاسه. ثلاثي؟ ثلاثة ونمرة البطاقة تحت. اوكي دكتور عزت محروس عبد الله. نمرة البطاقة تحت. البطاقة 2616. لا اشوفها اهي دي بقى. انا ابتديت اشك فيك بصراحة. بطاقة اشوفها عشان نعاين. لازم يعني؟ بضرب. جيب لك البطاقة. انت بتضرب. اكتب نمرتها بالظبط والتاريخ. زي ما قلت لك. عزت محروس الاسم ثلاثة. عبد الله. مؤاخذه اشوف النمره. نمره البطاقه بس. ما هي النمره يا عم. اشوف النمره. خلاص بقى مش بطاقتك بطاقه الوليه. يا استاذ خلاص خلاص. ايه اكتب عزت محروس الاسم ثلاثه. عبد الله عزت محروس. عزت محروس ايه؟ مؤاخذه من وين؟ قال ايه؟ من وين؟ يا سلام. أول مرة أشوف دكتور في حياتي اسمه الجعير. جعير. طب اتخرجت بيها ازاي دي؟ أنا عايز أعرف. وقفت في التخرج ازاي وندهوا عليك؟ دكتور الجعير! آخر اكتب الجعير. وكبرها شويه. قد التلح ما تخافش. ايوه 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 كده. تاريخ البطاقه. أيوة. تحت. ايوه ملحوظه بقى جنبها تحت كمان. ايوه اقر ثاني. اقر قصدي. ايوه واعترف بانني قلت للسيد سيد خليها على الله. اسرق التلح. ايوه ايوه اسرق اسرق. ايوه وله الحق في السرقه. وله الحق في السرقه من غير ما ياخد اذن مني. خلاص يا شغلانه. اكتب ده لا امشي. خلاص خلاص خلاص. امضي بقى تحت الملحوظه دي. عزت محروس. ايوه ربنا يكرمك. دي بقى نعمل منها 50 نسخه. كل واحد من الورثه هياخد نسخه. الولايه الجماعه هيبقى معاها الاصل عشان انت فاهم كل حاجه. ها اتفقنا. متشكرين يا عمنا. احنا بنتباع على 10 جنيه عشان نطبع الصور. 10 جنيه؟ كل صوره بالشيء الفلاني وتاكسي. حاضر يا سيدي. متشكرين.
وعايزين كمان 30 جنيه ليه؟ العلقة مؤاخذة ولا هتضرب مؤاخذة؟ لا 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 اتفضل ادي فلوسك كاملة يعني. الله يكرمك 30 جنيه كمان عشان يمكن يعني المؤاخذة تندمك في الضرب فتاخد مدة تانية. لا اطمن هي علقة واحدة مفيش فرق يا سيد. الله يخليك يا عمنا. اتفقنا يا سيد. اتفقنا ربنا يخليك. مع ألف سلامة. قد ما نعدمها. مع السلامة. على استفتاحك لبن حليب. عرقه هي خديك اوكي نسيتها. ايه احنا ما اتفقناش على حاجه امتى وازاي. شوف يعني انا فهمت كل حاجه. انت غبي قوي يا سيد. اسمع ايه. انت تيجي الساعه 12 بالثانيه وهي بتدق 12. انا عايش ساعه لما امس. طب انا اعمل لك ايه؟ طب سالك سالك. ايوه كده الساعه 12 دي بقى تبقى فين؟ العقربين فوق هنا. يبقى ده 12. يبقى 12. ربنا يكرمك. ايوه انا حاسب لك الباب ده مفتوح موارب كده شويه. ايوه ها تروح انت داخل بشويش قال يعني حرام. ايوه تيجي لحد هنا في الحته دي. حلو. تدور على حاجه. امسك الكرسي ده اخبطه في الارض قال يعني وقع منك لوحده. قال بربيه. اروح انا قايم طالع تخطيخ تخطيخ تخطيخ. تروح انت واقع مراتي تنبسط. انت كلام على الله. تخطيخ. اول مره اشوف دكتور هاي. تخطيخ. ايه الحلاوه يا سيد؟ ايه الهنا ده؟ مضطر يا سيد مضطر عشان اخلي مراتي تتاكد ان انا بحبها بالتخطيخ. تخطيخ. انا خايف على ايدك انت بس. لا مطمن الله يخليك. سلام. سلام وسيم. سلام يا احلى جهر في الدنيا. اهو كده كويس يا زكيه. زكيه ايوه يا دكتور خلاص افراد. تعال سيد. هو اللي مشي؟ مشي. اعملي لي فنجان قهوه يا زكيه. قهوه؟ لا انت مش هتروح تجيب الست ساعات. عايز اروح اجيبها يا زكيه. وحياتك يا دكتور ربنا ما يحرمكوش من بعض. حاضر. هدي لي جاكيت. حاضر. لا اروح لها على طول احسن. اتفضل يا دكتور. شكرا يا زكيه. العفو. خدي بالك من البيت يا زكيه اوعى حد يخش واحنا مش موجودين. حاضر. انا مش هتعرف. الو ست سعاد بقول لك ايه الدكتور جاي لك حالا. نزل دلوقتي. لا يا ست سعاد ده مهما كان الدكتور برضه ايه لازم التقل. تقول ايه يا ست سعاد ما انا فضلت اتقل لحد ما ضيعت مني الواد صلاته. شلاته انا عارفه بقى يا ست سعاد ما هي حاجه تلخبط. ما وصيكيش بقى على الدكتور يا ست سعاد واشوف وشك بخير. مع السلامه. يا بابور قولي يا حلبين. يا بابور قولي وسافرت منين. يا بابور قولي يا بابور قولي. ما تزعقش. طيب يا ابراهيم وما تزعقش اهو. طب بالراحة. طيب اطلع يا معلم. انا طيب اهو. كله تمام. طيب ملومه علم يا ده ملومه. ما تزعقش ما تضيعناش. انا سمع صوتك بس مش شايف. راح فين ابراهيمو؟ معلم ابراهيمو. معلم وادي ابراهيمو. معلم ابراهيمو. ايه يا معلم؟ من قدام.
قدامك اهو. ايه معلم ده معلم؟ ايه الحكايه؟ بعدين موطي صوتك ما تفضحناش. طب موطي صوتك مفيش حد خالص؟ كله على اسطى. طب ليه بس ايدك جامده ليه؟ ايه معلم في حاجه؟ مفيش حاجه. مفيش اي حد خالص؟ مفاتيح يا معلم وكله تمام، مفيش حد في الشقه. استلم بقى يا برهومه. يا برهومه دي كل دي مفاتيح يا برهومه. دكتور بقى معلم بقى. دكتور ولا حرامي ده يا برهومه؟ كل دي مفاتيح؟ اه بقى تلاقي مفاتيح العياده ومفاتيح العيانين، وقافل على العيانين وقافل على الدواء وقافل على كل الحاجات دي. انا هقعد اجرب بقى في الاوضه كلها برهومه ولا ايه؟ اه ما انت حرامي اصلا. اه حلو برضه. انما كله تمام. انت تعرف إيه؟ برافو عليك يا برهومه، انت على فكره طلعت واد جدع قوي قوي قوي. اعمل لك ايه يا معلم؟ اول مره تشتغل وياي بقى وانا اشتغل معاك. على ان من زمان اقول لك يا معلم اجيب لك مفاتيح شقق. تقول لي لا لا وعامل لي تقيل. بس بقول لك ايه؟ انما عارف المعلمين كلهم مسميين ايه؟ مسمينك ايه؟ شلوت هرمز. نعم شلوت هرمز. شلوت هرمز. بقول لك يا برهومه إيه؟ انت بتجيب المفاتيح دي ازاي؟ ابدا، انا اخش الشقه من دولت اتصاحب على الخدامه. يا اما هي تجيب لي المفاتيح. يا اما انا اسرق المفاتيح. يا اما احنا الاثنين نسرق المفاتيح. حلاوه. الخدامه تقع على طول من اول ما اكون. طب بقول لك إيه؟ على طول هات القميصك وارجع خلاص. طب صحب. بقول لك يا برهومه ايه هتعلى؟ اعلى. خد يا برهومه. الله يخليك يا معلم. ربنا يكرمك. يلا اتكل على الله بقى اخلع بقى. يا معلم ده؟ ايه اتنين اهيف. سلفة دول تحت حساب ولا ايه؟ لا حلوين هم دول، حقك بقى عايز اكتر من كده. يا معلم معلم إيه؟ ده انا مديك شقة الله. شوف بص الله عنوق فيها حاجات بتاعت 17000 جنيه. عنوق فيها مفهومة بقى. لا ده عندهم بوتاجاز. عندهم بوتاجاز كمان. الله ده ما عندهم بوتاجاز بقى. لو بيجيبوا فراخ كمان. خلاص يلا. يا معلم ده بسرق. يا معلم مش كده يا معلم. الله مش كده يا معلم في عرضك. الله ده فيها تلاجة. الله يا معلم وراح فين؟ يا معلم ايه مالك؟ مالك يا برهومه؟ ايه يا معلم ده 3 جنيه ما ينفعوش يا معلم. حلوين بقى برهومه. لا يا معلم. الله طب استنى يا عم، هات المفاتيح وروح بقى. خلاص بقى هديكوا. الله ايه يا معلم ده؟ خد كمان ديكين اهم بقى معاك 5 زيوك. حلاوه؟ لا مش حلاوه برضه. لا حلاوه. لا 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 5 اعملها معاك. ايه بعد العمليه ما تتم كلها بقى؟ ايوه هاخدك اسهرك سهره للصبح يا برهومه. ايه ده بجد؟ اه بجد والله. ما دام فيها سهره بقى. انا موافق. ايه يا برهومه؟ ايه يا معلم؟ انت صحتك مساعدك يا حبيبي، مش على مالك. على مالك عليا. يعني اتكل اخلع بقى. امال الشنب ده لايه؟ انا عارف انا اتولدت بيك. ليش؟ والله طلع لي الواحد. بتلاقي الشنب نزل وانت بقى لزقت فيه. حلو حلو. اتكل انت على الله يا برهومه. اول مره اشوف راجل يطلع لشنب. مع السلامة يا برهومة. يا الله يخليك. ايه عايز ايه؟ الله يخليك. ايه انا؟ تعالى اقف لي على السلم، السلم ضلمة. السلم ضلمة؟ خد معاك الكلوب. معاك كلوب؟ كلوب اهو ينور لك اي سلم. ماشي. فكرة على الله. انت نازل بقى تقول واحد ويا واحد. في عصفورة. في عصفورة. حلوة. سلامة معانا. اخلع. ربنا معاك. اخلع. شد حيلك. قول على الله. شد حيلك. في بقى اللي هيتسرق هنا بقى. ايه ده؟ التلفزيون ملون؟ لا ده بتاع التليفون ده ما ينفعش. طب ايه بقى نخش اي اوضه؟ نشوف الحكايه ايه؟ خش هنا خش. ايه ده في حرس؟ حرس ودور داير. دير بالك يا ملهوم.
انا ضربته امتى ده؟ سيد سيد ايه ده؟ دم يا نهار اسود. سيد سيد مات، روح جبتها يا لزت. انا شايف ومش شايف. انا ايه اللي جرالي؟ انا ايه اللي جابني البيت ده؟ وكنت جاي لي وعشان ايه؟ انا حصل لي ايوه حصل لي فقد ذكرى. طب انا مين؟ طب انا اللي فاكره ان انا جهزت البيت ده كان العقربين معمولين كده فوق بعض. جيت بصيت كده مين البيت؟ ايه؟ سيد سيد. وانا فين؟ انت سيد؟ سيد مين؟ الا اول ما كان سيد. اقعد اقعد اقعد، انت مش مفروض تقف خالص، اقعد يا سيد. طب انا دايخ ليه؟ انت دايخ دايخ وحاسس بالضعف. واحد انا دايخ خالص. اه دايخ يا سيد، ما طبعا لازم تكون دايخ. انت ايه اللي قومك من السرير يا سيد؟ مش مفروض تقوم، مش مفروض تتحرك يا سيد خالص. سرير؟ اه. وانا كنت نايم على سرير. اه كنت نايم على سرير يا سيد. طب ليه بتنامون على سرير ليه؟ آه انا حفاهمك يا سيد، بس اقعد. اهدى اهدى بالهداوه. اعرف اللي بينام على السرير ده لا مؤاخذه تعبان. ما انت تعبان يا سيد، ده انت انا لسه عامل لك العمليه حالا. عملية؟ ايوه. عملية ايه؟ عملية في دماغك يا سيد، في نافوخك. ليه؟ انا عايز اعرف ليه؟ ما انا 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 هفهمك كل حاجة، افهمني يا سيد. انا كل اللي فاكر ان انا جيت هنا بس لقيت حيطة وقعت على حيطة. دماغي معرفش ايه اللي ما تعرفش مين اللي ضربك يا سيد؟ البيه مين؟ ما تعرفش مين اللي ضربك؟ وانا لو عرفت بسألك ليه؟ انا مش عارف اسمي يا عم. انت سيد خليه على الله، وانا عزت محروس. محروق الجهر. هي دي اللي انت فاكرها اشمعنى دي؟ ايوه انا. ايوه حرام عليك حرام عليك يا مفتري خبطتني. ده اتفاق. مش انا اللي ضربتك يا سيد، صدقني. ده اتفاقنا تنزل عليا تخبطني. مش انا اللي ضربتك يا سيد. حرام عليك، ده انا بجري على 39 نفر. ما كانوا 37 من شويه. جاب التوأم امبارح. حرام عليك يا راجل. هفهمك الحكايه. استنى، انا بيتهيالي في ناس معانا تاني. استنى، لا مفيش حد. ولا متهيالي ان انت واقف كتير؟ اقعد بس. وانا دايخ ليه؟ انا هفهمك الحكايه. اقعد يا انا سيد. دايخ انا واخد حاجه. ايوه انا مديك بنج يا سيد عشان عملت لك عمليه 16 غرزه في نافوخك. الله الله، في 16 غرزه في نافوخي؟ اه. يعني انا واقف شايل على دماغي 16 غرزه؟ في 16 غرزه. ده ايه الهنا ده؟ 16 غرزة هنا؟ يا نهار ابيض، ده الواحد بيدور على غرزة مش لاقي. وماشي هيك 16. طب ايه ده؟ ايه الهنا ده؟ ايه ده يا سيد؟ ايه ده؟ وانا فاهمك الحكاية. 16 غرزة. ايه ده؟ انا فاهمك. يعني فاتح لي ترعة يا اسطى. يا سيد انا مش انا اللي ضربتك صدقني. امال مين؟ انا دخلت حسب اتفاقنا، جيت من بره رحت لمراتي ورجعت لقيتك مرمي هنا على الارض. انا افتكرتك في الاول مت يا سيد. اسم الله. وبعدين في الاخر لما مسكت النبض بتاعك لقيت فيه امل بسيط. لقيت دماغك مفتوحه قد كده. دخلتك جوه وعملت لك العمليه، واديك لسه فايق حالا مش مفروض تتحرك يا سيد.
ما تعرفش مين اللي ضربك؟ لا والله. انت بتستهبل عليا، انت بتستهبل عليا. ليه؟ حرام عليك، حرام عليك. انا ما ضربتكش يا سيد. امال مين؟ عفريت؟ عندك عفريت في البيت؟ مفيش عفريت، مش انا اللي ضربت. لا عفريت ولا انت، يبقى مين؟ ما اعرفش يا سيد، ما اعرفش. صدقني مش انا اللي ضربتك. اخ ده مش ضرب، هو ده ضرب؟ حد يضرب واحد يفتح له مشقبيه في نافوخه؟ ده مفتوحه 16 غرزه. طب 16 غرزه. اهدى يا سيد، مبنجني. معلش، ما انت مش مفروض تتحرك خالص. ايه بعمل ايه؟ اهدى. طب عايز اشوف نفسي بس في المرايه يمكن. هو وش اتنقل حته تانية؟ اه المرايه هناك اهي. في دي اهدى، هي دي المرايه. يا سلام. يا سلام. حرام عليك، حرام عليك، خليتني شبه ماهر همام. انت ضارب واحد تاني غيري ولا ايه؟ تعال يا سيد، ده انت، ده انت. تعال اقعد، اقعد عليا وعلى اقعد. انت ايه؟ مش قادر. اقعد يا سيد. طب الحقني بقى. ايه عايز ايه؟ افطر. تفطر؟ اي حاجه هفتان. انت ليك نفسي تفطر؟ يبقى ضرب وخرابع بيطبطون. طب حاضر، مش هسلك لي اي حاجه. حاضر حاضر. اوام. حاضر حاضر حاضر. حاضر ايه؟ هاخد سندوتشات. حاضر حاضر يا سيد، حاضر. ابطل. وانا اصلا ما عنديش اكل في البيت دلوقتي. في زبده، في مربى، اجيب لك انين فيهم. مربى يا زبده؟ انا هفطر مربى يا زبده؟ عايز تعرني قدام العالم؟ اكل مربى يقولوا الراجل اللي مش متربى. انا افطر مربى يا بني ادم؟ حرام عليك، حس على دمك. ما عايز تقول ايه؟ خلصني. فول. فول ايه يا اخويا؟ فول. اسمه فول، اسمه فول. فول فول فول. ما عنديش، ما عنديش فول هنا. انزل هات. ما الشغالة مش موجود. انزل انت هات. انا انزل اشتري فول، انت تخيل. خلاص انزل انا عشان الورقة معايا كمان. روح الاسم. اقعد اقعد اقعد. حاضر. امر الله، انزل اشتري فول بسرعة. حاضر، ثانية. خف نفسك، خف نفسك. فول سمهوا لي بسرعة. عصافير بطني صوصوت. أنا حاسس إن بقالي سنة ما أكلتش. يا إيه؟ هنزل أمشي يعني؟ ماشي على الشارع ماشي عشان بتاع فيها فول كده. يا عم بلاش أيامك كدابة حرام. خف نفسك. ده إيه اللي وقعني مع ده؟ ودكتور؟ دكتور إيه ده؟ دكتور إيه ده؟ دي مسطورة شوية. إيه ده؟ جاب لك فيها الفول. هتجيب لي فول في البتاع ده؟ ايوه. اسم الله عليك. يا ولسه ما نشوف. انت هنا عايز حاجه تانية؟ ان شاء الله هيهزقك الراجل بتاع الفول لما يشبع. عايز حاجه تانية؟ لا هات بس بريال. بريال ايه؟ بريال. بريال فول؟ ايوه يا سيدي، هتنقلنا فيها بريال. ايوه بريال. حاضر. امال هناكل ايه؟ حاضر. خفنا. اسمع. نعم. عايز ايه؟ هات لنا ب 25 قرش طرشي. طرشي بلدي. بلدي؟ اه. افرنجي هرجعك بيه تاني. ما فيش غير افرنجي عند الراجل. هتجيب افرنجي هرجعك بيه، انا بقول لك اهو. اه ايه الفرق يعني؟ ما هو ده زيادة. لا تفرق يا حدق. الافرنجي تلاقيه لا مؤاخذه طرش صغنن زي ما تكون متاكل قبل كده. بلدي تلاقيها بلدي لا مؤاخذه بطينه. خياره خياره. حاضر. ها بسرعه. اسمع. استنى، هات لنا بربع جنيه بصل اخضر. انا ما اشيلش بصل وامشي فيه في الشارع. ربع جنيه بصل اخضر. مش هنجيب بصل اخضر. ما لقيتش اخضر، هات اي لون. مش هجيب بصل. هات ما تجيبش. اجيب انا. خلاص خلاص. حاضر. اجيب انا، ما تتعبنيش. حاضر حاضر، هنجيب البصل. خف نفسك. حاضر. اسمع. نعم. نسيت نسيت. ايه؟ جرجير. جرجير؟ بربع جنيه جرجير وبقدونس وكرات شويه كده. خبيهم فين ازاي دول؟ انت هتشتغل، انت كل حاجه هتشتغل لي فيها. حاضر. جرجير. حاضر. تخبي الدماغ لا مؤاخذه وتشيل كده زي البوكيه الورد. صرف اعمل اي حاجه. دارك. يلا بصرف. ايه ايه؟
يا عزيزي ايه معتصي؟ انا اعتصي في البيت ده مش كفايه دماغنا. عايز حاجه ثانيه؟ مش شكه العيش. العيش كنا حنا انا عامل حسابي هجيب لك 3 4 ترغيف. نعم 10 10 ترغيف. 10 بسرعه شويه. 10 ترغيف يا راجل. ايوه يا خف نفسك. حاضر خف نفسك. ايوه اخ فرصه كنت على ما تجيب انت الحاجات. ايه ده؟ ما تتعبش نفسك الباب مسكوك. الباب مسكوك. حاضر يا حدق. حاضر هتروح مني فين؟ هتروح مني فين؟ انا هرتب لك حاجات. ايوه يا سيدي. ايوه. الو. مين؟ عايزه جوزك؟ انت مين؟ انت مراته؟ انا مين؟ انا جوزك. انا الجعير. سمعت؟ جرايا وليه اتكلم على قدك. انا مالي؟ ما تتكلمي بالكشك ولا تتكلمي من النيلة. انا مالي انا؟ ايه اللي بتهيألي ده؟ انا متهيألي في حد معايا ولا انا شايف حاجة حد شايفها. حاضر حاضر يا دكتور النقر. ان ما وريتك المشأبية اللي عملتها لي دي. الو الو. هاي عم كلاني ازيك وازاي الفرن؟ انا سيد. خليها على الله. بقول لك الله يسترك. ابعت لي اي حد من عيالي فوق. انا كويس بخير. اوام وخليهم يطلبوني في النمره دي 8 1 1 1 1. ايوه الله يكرمك. بالسلامه بس بسرعه. متشكرين يا عم كلاني. الله يكرمك. مع السلامه. ايه الخيالات دي؟ ايه الخيالات دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا وانت والزمان طويل ومهما كان. انا وانت والزمان طويل ومهما كان. لابد ارد الضربه بقوه متحصان. لابد ارد الضربه بقوه متحصان. ظلمتني يا ظالم خرشنت لي معالم. وش صباح ميدان انا وانت والزمان. لزما وقسما عظما لأرقصك على الهوى وأدخن تيخين ما يخلصك. من إيدي بس صبرك لابد أطع دبرك. من إيدي بس صبرك لابد أطع دبرك. يا دبياه العبان أنا وإنت والزمان. مش مسقف زيك تخمني. او يا الف مقطف غير بس فاجئتني. ده انا واخد دكتوراه من جامعة الحياة. انا واخد دكتوراه من جامعة الحياة. كلية الجدعان انا وانت والزمان. بفكر لك في كارثه غلسه وتليق عليك. 2 3 5 و10 شويه عليك. و10 و100 شويه تستاهل الاذيه. و10 و100 شويه تستاهل الاذيه. علشان مؤذي وجبان انا وانت والزمان. تكتك لك في كارثة غلسة وتليق عليك. 2 3
تلاتة خمسة وعشرة شوية عليك وعشر مية شوية تستاهل الأذية وعشر مية شوية تستاهل الأذية علشان مؤذي وجبان أنا وإنت والزمان والزمان طويل ومهما كان دنا 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 وانت والزمان طويل ومهما كان لابد ارد الضربه بقوه مت حصان انا لابد ارد الضربه بقوه مت حصان ظلمتني يا ظالم خرشنت لي معالم وشي صباح ميدان انا وانت والزمان بتهيألي ده ايه اللي بتهيألي انا كان في ناس واقفه معايا انا تعبان تعبان الو ايوه يا صفايا بنت انا ابوك زي امك سلمي لي على اسمعي قولي لها ما اتجوزتش عليها لسه ما يهمهاش طب اسمعيني بقى اسمعيني كويس قوي في اللي اقوله ايوه انت مش غاويه تمثيل انا هقول لك حاجه تعمليها اسمعيني بقى كويس قوي فهمتي بس انا مستنيكوا بقى ولسه هتشوف من عزة يا جعير اما ورق بنج البنج يا رب يا رب استر عزت يا زوزي عزت انا جيت انت فين يا عزت زوزي زيزو زوزة زوزة بقى اسمك زوزة انا على اخر الزمن انضرب من زوزة هتشوف مني الويل اهلا يا زوزة على الكل حاضر نفسي تسدد معرفش ليه الكل بشوفك بشبع يا اخي لما اقول تاكل يبقى تاكل حاضر اوامر دي الاخرى وكل مد ايدك تدينا اوامر بسم الله توكل سيب لك ليه يا عم قوم اغسل ايديك الاول ده ايه الضمير ده يلا قوم ما راحتش ضميرك ليه وانت بتنخعني انا ما ضربتكش يا سيد صدقني تعال من ايه تعال خش شمال يمين المادي ايه ده خس ده ولا ايه غريبه قوي عايزه تبيع كل الحاجات دي من يا ميه ساقعه الله ميه ساقعه لا عايزه اكيد اتجنن ياي جيب كل الحاجات دي ليه طالها جوه عايز كده يا سلام يا سلام على احسن حاجه في بيتكم الصابون والله بريحه اكل بقى سيد ها
ايوه يا سلام عليكم. انا تعال لي انا هروح بس افتح. اطلع بيهم اطلع بيهم، بلاش الحركات دي. اطلع بيهم. اطلع بمين؟ بالاكل اللي خبيته. حرام عليك. اطلع يا سيد بالاكل. حرام عليك اللي بتعمله. في ضربتني وبتقول لي مين؟ انا ما ضربتكش يا سيد. امال مين؟ ما اعرفش مين اللي ضربك. طب الاكل ده راح فين؟ ما اعرفش يا سيد. احنا مش سايبينه ومدخلين نغسل ايدينا. لا استنى، قطعا في سبب منطقي للي بيحصل ده يا سيد. بمنطق ايه؟ استنى استنى، احنا جايز حطينا الاكل جنب سريرك جوه في الاوضه واحنا ناسيين. يا سلام. مين ما يتعال راجل ماشي. اذا كنت انا بقطع الرغيف لسه قدامك. لا 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 لا، الاكل مشي لحد هناك ازاي؟ انا مش عارف يا سيد ازاي الاكل يمشي. طب الفول في اللي يمشيه. انما الجرجير يمشي ازاي؟ بس انا عايز اخش قدامك. خش فين؟ هنا اهو. لو فين ايه كانت هنا دي؟ اه لازم كانت هنا، ما خدتش بالي. معقول مفيش حاجه جوه بره؟ انا هتجنن يا ناس. حاجه هتجنن. انا هتجنن يا خال الله. اديني الفوطه يا سيد. الفوطه اديني. يا عم اعتقني يا عم اعتقني، ده انا ما جيتش بيت. الفوطه مش كانت هنا يا سيد؟ يا عم اعتقد الحاجات بتمشي هنا لوحديها. ناس بتضرب ما تعرفش من مين. سيد ايه اللي بيحصل هنا يا سيد؟ انت بتقول لي؟ انا ابتديت اقلق. اسمع، قطعا في حراميه في البيت ده. انت خش دور في الاوضه دي. لا انا رجلي على رجلك. لا انت خش في الاوضه وانا في الاوضه. انا رجلي على رجلك. بص لي لو ادور يمكن تلاقي حاجه هناك. دور يا سيد. لقيت حاجه يا سيد؟ مفيش. لقيت حاجه؟ مفيش يا عم. هنا برضه مفيش. ايه؟ سعاد. حاضر حاضر. اتفضل يا دكتور. الدواء ده سيادتك تجيبه. سيادتك طبعا سيد العارفين. طب يا ستي احنا متشكرين جدا. العفو. اتفضلي. عيب يا دكتور، ما يصحش، احنا برضو زملاء. الله. طيب يا ستي ربنا يخليك. على اذنك بقى. مع السلامه يا فندم. حكيمه مشيت. مشيت يا سيد مشيت. قالت ايه؟ مراتك عندها ايه بالظبط؟ تعبانه جدا يا سيد، عندها نيرفس بريك داون. مش معقول. صور. قالت عندها ايه؟ نيرفس بريك داون يا سيد. لا اله الا الله. وده يعني ايه بقى بالظبط؟ فين الوجع؟ يعني مغص. مغص ايه؟ ارهاق عصبي يا سيد. اه ارهاب عصب. ارهاق ارهاق. لا اله الا الله. طب اسمع، خش على اوضتك بقى دلوقتي يا سيد. قلت اعمل ايه؟ لازم اقفل عليك، مش مفروض انك تتحرك اطلاقا يا سيد. حرام عليك، ده انا اتسجنت. معلش يا سيد، انا ده انا اتسجنت يا راجل. سيبني وحشوني عيالي. معلش، ما انا مش ممكن هسيبك تمشي الا لما تديني الورقه. ما تتعبش روحك. ورقه ده بعدك. خلاص ورقه تجمعت. ده متصوره 50 نسخه يا استاذ. ليه؟ الاصل مع الجماعه بتاعنا يعني، عشان خاطر يمكن اروح فيها العيال ياكلوا طوب. مش عيب برضو؟ يبقى انت هنا مفيش نزول يا سيد ولا مشي الا لما تخف او تديني الورقه. اختار لك حاجه من الاثنين. لا انا همشي، بس الورقه مش حدها. يبقى ما انتش ماشي. خش على الاوضه. حرام عليك. خش على الاوضه. حرام عليك اللي بتعمله. خش على الاوضه يا سيد. طب هات سيجاره. مفيش سجاير. كمان بتعلمنا الادب. السجاير مضره للصحه. اسم الله عليك يا اخي. سجاير مضرة والضرب مفيد للصحة. حرام عليك. حتى السجاير ده المساجين بيشربوا سجاير. خلاص يا زي والله بيسبسوا مع بعض. انت اجيب الدواء. عزت يا عزت.
دودي يا سوجي. ايه ده بيغني؟ ايه ده فين يا عزة بقى؟ بلاش نتعب رد عليا. طب افتح لي الباب يا عزة بقى عشان اخرج. عزة باعصابي مش قادرة اقف في الاوضة المقفولة دي بقى يا عزة. اوه يا سيد يا ابن عم جوزي. انت فين يا مدام؟ طب انت فين يا مدام؟ هنا هنا يا سيد. سيد عامل ايه يا مدام؟ يا ترى بقيتي حلة ولا بلام؟ انا في السلسله اللي قدامك على طول. هيصرفوا لنا الجرايه امتى يا سيد؟ ربنا يعلم جوزك المنيل على عينه. مين الجعر؟ هو ناوي يحبس العالم ليه؟ مش عارفه يا سيد. يا سيد ما تعرفش هو راح فين؟ يعلم الله. طب اندهله كده يا سيد يمكن يسمعك يكون واقف في الشارع تحت ولا حاجه. تعالي نندهله سوا. يا دي عر نفسي يا سابرس السجارة حرام عليك يا عيني. سعاد انا كنت بجيب لك الدواء يا سعاد. طب افتح لي الباب يا عزة بقى سايب بيتها بنعمل. حاضر اتفضل. كنت قافل عليا ليه؟ سعاد كنت قافل عليا ليه وزعلان؟ انا غصب عني. انت عايز تجنني؟ اجننك ايه يا سعاد؟ افهميني انت عندك ارهاق عصبي دكتور. عارفه ان انا عندي نيل عصبي. طيب خلاص اديك على وشك. وش كل حاجه وش وش دي حكايتك؟ الله اهدي بس يا سعاد. مش حاجه اهدي اقعد. مالكش دعوه بيا. اقعد. فين سيد؟ سيد مين؟ سيد ابن عمك زحيولي. انا ما انا هاتهولي هنا قدامي يا سعاد. عايز اشوف هو بيغني قدام خلقتي. افهم الكلام. انا قلت لك انه هو جاي يزورنا حصلت له حادثه في السكه والعربيه اتقلبت وفتحوا له دماغه. ياي. ياي. معلش. ياي. خلاص بقى. خلاص. سيد. قتلت له حد. يا عيني يا سيد. معلش يا سعاد. بالك يا عزة. فتح دماغك يا رب نصين. معلش يا حماد. اقعد. وش كل حاجة وش ايه حكايتك؟ الله خلاص انتهينا. انت عليه. سيد. انت عليه وش؟ انت تعرفي سيد منين؟ انت عمرك شفتيه قبل كده؟ صحيح يا سي عزة. عمرك في حياتك 10 سنين دلوقتي متجوزين عمرك ما جبت لي سيره ابن عمك ده ليه؟ ليه؟ ما هو طلع لي فجاه كده. قصدي يعني مش طلع لي فجاه، انا ما كنتش عارف انه قريبي، وبعدين بعت لي جواب قال لي انا قريبك، قلت له مش معقول طلع قريبي وجيت. يا سلام. استنى عليا يا عزت. مين ما فرج؟ قال لي تضحك عليا. طلع لك امتى ابن عمك ده؟ فهمني. ما هو انا اذا كنت انا مجنونه بتاع عقلي زي بعضه. سعاد مالك يا سعاد؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ اهدي يا حياه. اهدي معلش. ايه اهدي واقعد. ايه حصل؟ ايه اهدي اندهلي سعيد. حاضر يلا. اصل هو خجول ما بيقدرش يرد على الناس. بالعكس طبعا. بالعكس يا كولينوس. يا سلام. سيد ابن عمك شاب مدفح جدا ولطيف جدا وسبار جدا وبديع حقيقي كل الفاظه ومعناها حقيقيه جدا. اصل مهما ندهت عليه مش هيرد. لا حاول. طب اهو سيد. حد بيرد؟ ايوه انا يا سيد يا ابن عم جوزي. عايز حاجه انا؟ ولا من تقليل الادب قوي ما تربيتش. لا مؤاخذه يا مدام. تعالى لي هنا يا سيد شويه. لا قبل ما تيجي البس البدله بتاعت عزه جوزي اللي متعلقه جوه في الدرج. اوعى تلبس اي بدله من عندك انت فاهم؟ الجعر عنده بدله. ايوه عنده بدله جديده متعلقه بره. البسها يا سيد وتعالى بسرعه. ما تلبس اي حاجه يا سيد احسن من يومك مش يبقى فايت. البس البدله يا سيد انا قلت والقميص الابيض
ما تلبسي اي حاجه يا سيد احسن يومك ما يفوتش. انا بقول لك اهو ايه البس. انا بقول لك الايه بابيون. بابيون افندم بلاش البابيون بلاش البس التيشيرت يا خاطر اخرى. يلا يا سيد. اما البنطلون ده يا مدام حاسب معلش فتقوا شويه و... خلاص إيه؟ يعني ايه فتقوا؟ يعني وسع من رجلي دي شويه ومرمي. انت كلمتي افتحوا لي بقى. خلاص لبس اتفضل. يا ساتر يا الله 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 كما الوردة المتفتحة التي تطلع علينا في الصباح وتزدهر في الألوان وإنه لسيد به الجميل طلع علينا فأدخل البهجة والسرور علينا. أهلا بك وسهلا يا عم سيد. ايه صاد اللي قرارك ده؟ ما تهدي كده امال العيب ايه اللي مؤاخذه؟ السيد انا عايز اعرف ايه اللي بتحطوه هنا ده؟ ماكش دعوه انت خالص. منديل بقويه ليه؟ ده البابيون. البابيون ريبيون. البابيون بتحط ريبيون ليه؟ حقيقي فعلا يا سيد لايقه عليك الواجهه شيك شياكه. يا شيخه بلا بتاع بقى ده شيك ده. طب اجري انت حقيقي شيك. شوف شوف الحلاوه لايقه عليك البهويه حقيقي يا سيد بيه. تعالى حلو قوي. اي اي غني لي بقى شويه. اوعى تغني يا سيد. طب ايه رايك بالعند فيك انت؟ انا اغني ارجوك. انا اعمل اي حاجه تقرف حضرتك. اتحمل بس يا سيد. انا مستعد اعمل اي طلب يعكر مزاجك يا سيد. يا سيد حرام عليك. سكان العمارة لو سمعوا غنى بيزعلوا جدا. سيد الناس عصبيين يا سيد ارجوك. انا مالي بس سكان العمارة. وش. ايه وش كل حاجة وش ما اتكلم. سيد. نعم. سوري. نسيت على حاجة مهمة اقولها لك. ايه. ناقصك شوية حاجات بسيطة. اه. شوية مكياج عشان تبقى شبه ستيف اوستن وبعد كده تروح عامل. ايه. مين؟ شبه ستيف اوستن. سجاير دي. ايه سيد اوستن؟ يطلع مع بايونيك وومن. اوستن مين؟ اوستن. وبعدين تمسك في ايدك ميكروفون وتعزق بقى وتقول انا يا سيد عشان خاطر ما تغنيش سكان العماره يضربونا علقه. انا مره غنيت في الحمام بصوت واطي جدا جم كسروا علينا الشقه. حرام عليك ما تغنيش. انت لما تغني كسروا الباب لكن سيد لما يغني بقى هيكسروا العماره كلها. يعني انا بقى مطرب؟ انت مطرب واغني طبعا والبس الحاجات دي طبعا. يا سلام يا سلام على ميكروفون ويجيبوا لي بس ما يجيبوش شجيعه زي الراجل ده. الراجل ده لو شجع اي مطرب عليا النعمه الكلام يرجع في زوره تاني. ده عامل لي بص لحد يشجع كده. قول قول حاجه يا اخي. عليا النعمه لا ضيعك في موال. اوعى تغني يا سيد. امخعك موال دي وادوك القرافه عيد. حرام عليك يا سيد. انا مش من غناك. شوف هتشوف هنغني وللصبح. انا بس جاهولك. حرام عليك. ولا كلمه. لقيتها ايوه هي فكره جهنميه. انا لقيتها ايوه هي فكره جهنميه. وجدع يا واد يا سيد ونعم المفهوميه. جرع يا واد يا سيد ونعم المفهوميه. فكره لها العجب تمام عز الطرب. ده فكره لها العجب تمام عز الطلب. هتعلمه الادب وتخليه مهلبيه. انا هتعلمه الادب وتخليه مهلبيه. جدع يا واد يا سيد ونعمل مفهوميه. Oh!
وشين زفة كبرى يا سلام ده من ده بكرة بقرشين زفة كبرى وكازيون كله عبرة وفوائد منزلية وكازيون كله عبرة وفوائد منزلية جدع يا هواد يا سيد وانا اعمل مفهوميه يا جدع امشغل التنفيذ ونخش على المهاميز او نخش على التنفيذ ونشغل المهاميز ليلتك الكوبياوية أنا حطيني يا حفيظ على ليلته الكوبياوية جدع يا هود يا سيد وانا اعمل مفهومية وانا اعمل مفهومية انا اعمل مفهومية انا اعمل مفهومية طيب طيب اظن بورسعيد حلوه قوي مش كده يا زكية انا جيت امبارح طيب يا زكية بس ارجوكي ما تتاخريش عن بكره ها مع السلامه يا زكية يا عزة يا دكتور يا ساتر يا رب هما الناس مشيت خلاص اللي كانوا بيضربوا مشوا خلاص يا عزة والفرح شطب والليله شطبت والمعازيم مشوا صباح الخير يا سعاد صباح النور يا عزة ازيك دلوقتي يا حياة انا ليه وانا ازاي صحتك انا عيانة صحيح ابدا يا عزة بس لا يعني خلاص الحمد لله مفيش حاجه خلاص يعني ايه لا خلاص بدت يعني حلوه بقى ان شاء الله الحمد لله حلوه 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 طب اقعدي 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 طول عمرك حلوه طول عمرك هتفضلي حلوه يا حياتي ابدا يا عزة انت عارف بس الازمه اللي كانت عندي والشيخوخه شيخوخه ما انت خليتني شيخوختي يا عزة خلاص انا ما شيخختكيش ولا حاجه يا حبيبتي خالص خايست نعم فين سيد ابن عمك يا عزة نايم جوه بعد المجهود الفظيع اللي عمله امبارح بس تعرف يا عزة حقيقي حقيقي كانت لايقه عليه البدله اكتر منك بكتير ده طبعا هو منظره مكعبر كده فيها لا لا مش مساله كعبره كان ماليها بشخصيته برجولته كده يا سلام عليك يا سيد وعلى جمالك حقيقي شاب رقيق والفاظه رقيقه وراقيه ده جدا ده شاب ورقيق والفاظه رقيقه وراقيه حقيقي احسن منك كتير انا مش عارفه انت ولاد عم ازاي يا عزة صحيح ما هو ابن عمي فعلا ابن عمي طلع لي فجاه كده انا عارف طلع لي منين استنى عليا يا عزة ايه مواليدك بقى انا تضحك عليا وتخمني طلع لك انت ابن عمك ده بتعمل عليا انا كل الحركات دي طب استنى عليا يا عزة بتقولي ايه بتقولي ايه يا سعاد بناجي الربيع في الورد في السيف يا سلام روح صحيه اصحي مين صحي سيد ما تسيبيه نايم ما هو متلقح بعد المجهود الفظيع والجعير اللي جعره امبارح لا يا عزة عشان خاطري ارجوك صحي يا سلام يا سلام عليك يا ابو السيد يا حلاوه انت لما يبقى الواحد كده قاعد في قاعده شاعريه وقاعد في البلكونه في التراوه وتفتح الراديو يطلع لك صوته من الراديو وايه ده اللي يا دلع اهو غني يا وحيد وعمل ايه على الصبح ابدا مستنيينك يا استاذ سيد بيه ربنا جدع عم جوزك ده انا اهو عايز ايه ازيك يا جهر نعم يا تل افتحلي بقى حلو قوي يا بتصير افتحولنا يا ناس حاضر استنى انا جاي افتح لك اهو يا ساتر يا ساتر على فتيه يا استاذ ايه ده؟ انا عايز افهم انت قوي فتح على القفل على العالم ليه بس انا مش فاهم ابوك كان سجان ليه بتعمل فيا كده حرام عليك
اهلا يا سيد، صباح الفل. خلاص انتهينا انتهينا، هي مش شغلانه. علاء ماليش دعوه. يعني ايه؟ تسكت خالص، انا بتكلم على الاستاذ سيد بيه ابن عمك. اه ابن عمك. ولاد عمام مع بعض. ازيك يا بنت العم؟ الله يخليك، اهلا وسهلا. خلاص انت هنا. لا هي مش شغلانه. وشت ايه؟ وش كل حاجه وشت وشت بتاعتك ليه؟ يا ساتر، انا متبري منه. بس انت حقيقي ابن عمه؟ ايوه ابن عمي. طبعا ابن عمه. ابن عمه كده. انا ليه ولاد عمام كتير يا مدام، اللهم صل على النبي تعالى اتفرجي عليهم. اللي زبال واللي بواب واللي سمكري واللي نجار، ما حدش باظ وطلع دكتور الا ده. معلش يا سيدي، الاسم والنصيب، هنعمل ايه؟ اسمتي ما تجيش الا معاك انت. اه اللي حصل حصل. روح يا شيخ. اقعد انت عيان ما فيكش حيل. سي السيد، احضر لك الفطار يا سي السيد. لا ماليش نفس. مالكش نفس؟ ليه؟ اشوف جوزك اشبع. يا سلام. مش عايز تاكل ليه؟ ما انت فجعان وعطول النهار عمال تاكل. ماليش نفس. خلاص يا سعاد، روح اعمل لنا احنا الفطار. بس يا سعاد انت معايا كده كده، حضر لنا الفطار وانت مالكش اي كلمه هنا في البيت، طالما كبير العيله موجود. مين؟ كبير العيله. ده كبير عيله طبعا. ايه مش عاجب اهلك؟ خلاص خلاص انت. احب امشي اروح. لا لا لا، انت عمرك ما هتمشي من هنا لما تديني الورقه. فاهم؟ قابلني على الورق. يبقى هتفضل قاعد على طول. اجري بقى، اجري من الفطار. بتسخط فيا؟ ايوه بس. لا لا والله، زمان يا سعاد طلع صوتك في البيت. يا سلام سعاد. بس سعاد. حلوه سعاد دي، حد يقول للجماعه بتوعه يا سعاد. لا ايه انت يا نيله، انت يا بنت يا سعاد. هم كده ما يجوش الا بكده. ولد يا سيد يا زفت انت. بس يا زفت انت ازاي تقول لي يا نيله انت؟ انت ما اي حق انت تكلمني. خلاص يا جماعه. طب اتفاهم مره. انا يا عصابة، انتوا الاثنين عليا عصابة. خلاص اتفقتوا عليا. خلاص واحد يفتح لي ترعة والتاني عايز، انت عايز ايه؟ خلاص ما تنرفزش نفسك يا عزة. انا مش متنرفز. خلاص حاجة، انا هادي اهو. خلاص وشت وشت وشت. ايه وشت دي؟ سي نعم. هتقلك بقى الفطار؟ مش عايز افطر. نعم ليه؟ قوم قوم قوم، خش على اوضتك ما دام مش هتفطر. حاضر. يلا هتجيب لنا الفطار جوه. حاضر. عايز تفطر ايه؟ ايوه حاضر. ما انت عارف انت هتألفها لي تاني. ما انت عارف زبده ولا مربى؟ ما تبعدني عن البتاع ده. لا لا، هجيب لك كرواسون. كرواسون كويس. عشان كرواسون حلو. صفرة ايه؟ صفرة ايه يا ستي؟ السيفون، بتاكلوا السيفون. كرواسون يا ابني، كرواسون. كرواسون بلا بتاع. هاتيله باتي. باتي اوكي. نجيب لك باتي احسن. عم ما تجابوناش اللي بيعيل، الحاجات دي بتعيل. بتعيل، دي حاجات مفيدة عشان. يا سيدي اعمل معروف، انا عارف اللي باكله. انت بالكتير. انا دي بتطلب اصلها. دي بتطلب هي عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ بتستريح عليه. برضو فول؟ الفيل. اسم الله علي، اسمه فول. فول، هتفطر فول برضو يا سيد؟ هتقفل عليا؟ المرة دي طبعا لازم اقفل عليك. اهو دي صح، لما افطر واكل اقفل عليا. ها؟ ليه عشان ايه؟ ليه اهو كده وخلاص بقى، محدش سأل عليا. انت حد بيسأل عليك خالص؟ امال اتأخروا ليه بس في يوم؟ هما مين اللي اتأخروا دول؟ ولا حاجة. اتكل بالإذن يا جعر. نعم. السلام عليكم يا حضرة. نعم. سيد موجود؟ سيد مين؟ سيد خليه على الله. ما عندناش حد بالاسم ده. اتكل. وايه اللي مفيش حد؟ العنوان هو. يا عم ما عندناش حد بالاسم ده، روح بقى حالك. يلا. ازاي مش معقول؟ ما عندناش حد بالاسم ده. يا سيد سيد. صوته اهو. في واحد عايزك يا سيد بيه. مين عايزنا؟ سيد مين؟ سلامة عرب. ازيك يا سولو؟ حبيب عرب. ازيك يا سولو؟ ازيك يا عرب؟ الله يخليك. ايه حكاية بيدي؟ ماشي احترمني. ماشي. اتفضل. انا متشكر يا سيد بيدي. ازيك يا سولو؟ الله يخليك يا سيد بيدي. يكرمك. اهلا. بقول هش. بقول هش. يا سيد بيدي. ما تستنى بلد علينا وزيعه. ماشي يا سيد بيدي. انت مطمشنا ليه؟ عمالين بننده عليك بقالنا ساعة. وانا اسمي هشت.
روح اعمل لنا شاي. اعمل لك ايه؟ شاي. وانت اعمل لك شاي وكشري وحاجات ولا ماشي يلا مش عاجبك اهو. ما خلاص 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 ما انا اصلا عارف. لا لا انت ما تتحركش. حاضر نعمل لك الشاي وكتر الشاي شويه شويه. ايوه حاضر. والسكر اخر شويه. لا شويتين. يا سلام. يا دمك خفيف قوي. ايه خفه الدم دي؟ ايه يا اخوي؟ ايه يا اخوي؟ ما تعمل لك هم. ايه السيد قال لك يلا بسرعه اعمل لك هم واعمل لك شاي. يبقى خلاص تروح تعمل شاي بسرعه يا اخويا. واقف كده ليه؟ فاهم ولا ما انتش فاهم؟ خد ايه ده كسفنا وعررنا. تعالى يا السيد. يا سيد مين ده السيد؟ قول السيد مين اللي عمل فيك كده؟ اللي عمل فيا اللي عمل فيا انا اعيد له. اعيد له اول مره يتفتح في دماغي ترعه. يا خبر ابيض مشقبيه بعد عنك 17 غرزه في دماغي. انا شايل 17 غرزه ازاي كده يا جيمس بوند؟ انت مجدع. خلت ايدي دي تهز الدنيا. اه السيد انما هيروح مني فين؟ اه اتاخرتوا عليا ليه؟ لا احنا ما اتاخرناش ولا حاجه بس الجماعه عايزين الأبيج. ايه الأبيج؟ الفلوس يعني يا سيد. فلوس. هم مش زملات بنتي في المدرسه؟ هم زملات بنتك اه لكن بس 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 بس. ايه الفيز فيز ده؟ الشغل يعني يا سيد. فلوس. فلوس. شوف بقى انا هقول لحضرتك حاجه. هم عشان خاطر زمايل بنتك صفيه هياخدوا نص اجره. مصلحه. مصلحه يعني حلاوتك يا سيد. يعني كام كده؟ يعني هي الواحده بتاخد في القطعه 5 جنيه يعني. يعني عايزين 30 جنيه. بسيطه ادفع لهم. يا سلام ادفع لهم. انا منين السيد منين؟ ما كانش اتعز. اتصرف لنا بقى قوام كده السيد. اسمع اقعد ماشي. انت انت يا سيدي الشاي ما خلص. تعالى مش عايز يخلص دلوقتي. في اهم. عايزين 30 جنيه. 30 جنيه لسولم. يعني بمناسبة ايه؟ بمناسبة شم النسيم. بمناسبة اي حاجة. انت اروح اجيب لك. خلاص انا عارفك اصلي. اصل الورقة هناك في البيت. خلاص 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 امري لله. يلا يا سيدي بسرعة شوية. يلا اتفضل. خد اهو. متشكرين يا سيدي. متشكرين قوي يا سولم. متشكرين. خلاص يا سيدي خلاص عملت اللي عليك. مع السلامة. ايه؟ سكتنا لك المرة اللي فاتت، المرة دي مش هنسكت لك، اتفضل يا اخويا اعمل لك همة، مع السلامة، يلا يا اخويا، فاهم ولا ما انتش فاهم؟ حاجة الدقوة. ايه ده؟ ايه السيد؟ مين ده السيد؟ بقول لك ايه السيد؟ هو ده اللي عايز تأمنه. هو ده؟ اسمع ما تغيبوش عليا. لا مش هنغيب ايه؟ ما تغيبوش عليا، خد تاكسي وهاتهم وتعالى حالا. تاكسي مين؟ دول مستنيين تحت السيد. تحت؟ تحت السيد. نجيبهم هوا. حمامه. حمامه السيد. البنت بنتي انا مصيها على كل حاجه. السيد معرفنا إيه؟ الباب هو قافل علينا برضه. ايوه السيد. يا سجان. نعم. تعال افتح لنا السجن. ايه ماشي ماشي. يلا يا ولد يلا افتح. حاضر. عايز اسمك السيد. متشكرين يا عرب. حالا يا عرب. فاهم. واعمل منور. مين ده يا سيد؟ ده السكرتير بتاعي. سكرتير؟ انت عندك سكرتير يا سيد؟ لا امال احنا يعني انت بس اللي نعم. يكونش ده هو اللي ضربك؟ يا عم ضربني مين؟ ده جاي ياخد قرشين. ده غلبان. امال عرف العنوان منين؟ انا قايل لهم في التليفون العنوان. انت اللي قايل لهم على العنوان؟ امال ايه؟ طب اسمع يا سيد. سيد اهو الفطار يا سيد. شكرين يا مدام. لا شكرين. هتاكل هنا ولا جوه؟ لا بحب اكل. بحبش اكل قدامكم بصراحه. ليه؟ اول مره في حياتي اشوف ناس تشوف واحد بياكل زي ما اكون بتشوف السيما. بصل لي كده هم ما تفهميش ازاي. ليه لا مؤاخذه ما شفتوش واحد بياكل رغيف على قطمتين؟ يلا خش على قطمك. سلام عليكم. مع السلامه يا سيد. خش. اقفل عليا. لطيف قوي سيد. حقيقي حقيقي انا مش عارفه. اسمع سعاد. نعم. انا تعبانه. انا هستريح في اوضتك شويه. خش استريح. انا قلت لك حاجه. صباح الخير. صباح النور. اهلا. مين حضرتك؟ سؤال لطيف برضو. ابدا انا مرات الدكتور عزت محروس. اهلا وسهلا. أهلاً. وهو فين الدكتور؟ جوه. حضرتك عايزاه؟ حاضر. دي اوعي عشان لو شفنا عايزاك. نعم. زيزو. ايه
واحدة عايزاك. أنا واحدة عايزاني؟ أيوة. ما راحتش على العيادة ليه؟ أه أهلا وسهلا يا فندم، أي خدمة؟ أي خدمة يا دكتور؟ خلاص ما بقيناش قد المقام. نعم؟ حضرتك بتكلميني أنا؟ نعم أه بكلمك، أنت مش فاهم ولا خايف المدام؟ مدام؟ مين دي؟ معرفش. أه أنت مين؟ أنا هقول لك يا مدام الحكاية. إيه؟ شوفي بقى يا مدام. ايوه انا والدكتور كنا اتعرفنا على بعض. انا وانت اتعرفنا على بعض؟ انا يا ستي اتعرفك انت؟ ايوه استنى لما احكي لمدام. وخرجنا مع بعض وبعد فتره قال لي تتجوزيني يا صفية. يا نهار اسود. ايه انت يا ست انت انا ما قلتش كلام زي فارغ زي كده، انا قلت لك تتجوزيني. وشت اتعرفتوا على بعض فين؟ اتعرفنا على بعض، اصل انا بصراحه بقى كنت بشتغل ممرضه في المستشفى اللي جوزك فيها. انا يا ست انت وشت كل حاجه وشت وبعدين بقى. وبعدين بصراحه كان محرج عليا ان ما اظهرش قدامك علشان ما تاخديش بالك. انت يا ست انت نصابه. وشت ليه بقى؟ علشان ما تاخديش بالك من حبنا وغرامنا. حبك وغرامنا؟ لا بقى دي عايزه وشت. وشت عايزاني هنا اعرف ايه الحكايه. وبعدين ايه يا استاذ انت عايزه تصدقك انت وتكذب الورقه اللي في البيت؟ ورقه؟ اه ورقه ايه؟ الورقه اللي اتجوزتني بيها يا دكتور. انا اتجوزتك انت يا ست انت؟ ايوه يا دكتور. بصي لي هنا كويس، انت متاكده ان انا اللي بتكلمي عليه؟ طبعا يا دكتور. طبعا يا دكتور. ما تصدقهاش يا سعاد، دي نصابه. نصابه يا سلام. ايوه نصابه. صدقك انت وتكذب التلاته؟ تلات ايه؟ شهود؟ لا يا مدام، ولاده يا مدام. ولادي؟ ولادك؟ انا ما عندي. لا دي نصابه وانا هبلغ البوليس. لا يا دكتور. انا اللي هبلغ البوليس عشان في واحده نصابه هنا. ده انا عايز البوليس. ايوه عايزه عشان معايا ورق وفيه هنا 17. بلغ البوليس. عارف النمرة؟ طبعا. اه ايه هي؟ 1-2-2. ها؟ 1-2-2. بلغ البوليس. بلغ البوليس، خلينا نخلص بقى عيالي. ما اقدرش ابلغ البوليس. اتفضل. اسمع يا ست نصابه، انت انا بقول لك اهو بعيد عني وروحي في حالك. عايزه مش هلف في حالي، لازم تعرف ان ولادك دول يا دكتور هم ولادك فعلا. ولادك يا دكتور؟ ليه؟ مش حرام عليك يا دكتور اوكلهم منين؟ منك لله يا ظالم، منك لله. ايه يا سيدي الكلام الفارغ ده؟ شوف يا مدام. ايوه. ثلاث شهور ما ادانيش ولا مليم. الله. يا ريتني ما سبت الوظيفه، ما كنتش احتجت له. قال لي سيب الوظيفه ورب العيال. دول ثلاثه يا مفتري، اوكلهم منين؟ اوكلهم منين؟ انا يا ست دي اتفضل بلغ البوليس لو الست دي فعلا نصابه. ايوه نصابه يا سعاد. البوليس. ما انا ما اقدرش ابلغ. ما تقدرش يبقى دي مراتك يا عم. مش ممكن اقعد في البيت ده ثانيه. سعاد يا سعاد. مراته. استنى انت عايز خلاص خالص. تاخدي كام وتتكلي لحالك خلصيني. ايه يا دكتور خلاص نسيتني؟ ده انا صفية يا دكتور، صفصف اللي كنت مدلعها يا دكتور، نسيتها كمان. انا كنت بدلعها. اه تلاقيك كمان نسيت اسامي العيال الثلاثه. عتريس وسعد ومحروس. عتريس. اه مخلف عتريس. عتريس عندك؟ عتريس وعيلان. خلاص يا سيد اسكت. خلاص يا سيد مين حرام عليك؟ اسمع نصابه انت تتكلي لحالك، انا بقول لك هو احسنك احسن هبلغ البوليس. ما انا عايزك. انا نفسي انا هبلغ البوليس. ايوه كده ادي. اه 1-2-2. يلا يا راجل انت مش هتمشي احسن لك امشي، بقول لك روح لحالك. لا ما تطرديش يا دكتور حرام عليك. تاخدي كام وتمشي؟ انا مش عايزه منك حاجه يا دكتور. مش بتقول عليا نصابه؟ خلاص اطلب البوليس يا دكتور. طب انا هريحكم بس. سامعه انت كل حاجه؟ انا سامعه. ما فيش يا حبيبتي تنبهي حسك، انا سامعه سامعه. بقول ايه؟ ايه اديها 5000 جنيه وانا هتصرف. يا اخويا انت رخي 5000 جنيه ده ايه؟ طب بلاش 200 جنيه وانا هكمل. 200؟ يلا بسرعه بس عشان داري الموقف لان كده فضيحه. ايوه فضيحه. انا ما اعرفهاش يا سيد. 200 جنيه. 200 جنيه اهو. يلا تعالى. ايه دول 200 جنيه؟ ثمن سكوت يا دكتور 200 جنيه حرام عليك. خلاص ثمن سكوتك، ما احنا عارفين انه ثمن سكوتك. اسكت يا سيد. 200 جنيه خليهم معاك، ما تديهمش لامك احسن بتشرب معسل. كده كويس يا سيد. انا مش متجوز يا سيد، دي نصابه. نصابه انا عمري ما شفتها. حرام عليك. حرام عليك. حرام عليك. معاك ست زي الفل يا سيد. اسكت. تروح ثلاثه وايه عتريس ده؟ ما اتجوزتش يا سيد. ايه عتريس ده؟ اقول لك ما اتجوزتش. يا ازمه اسامي في البلد انت خالص. امال 200 جنيه بتديهم لها ليه؟ سعاد. 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 ماذا يا سعاد؟ سأهيم على وجهي في الطرقات. لامة الولاية. سأولع قناديل
لأرى على ضوئها الطريق. ايه سعاد مالك يا حبيبتي بتعملي ايه بس في ايه؟ بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ انا خلاص عقلي ضرب. انت مش زعلانه انه اتجوز يعني؟ انا مش حاسه بحاجه يا سيد. اسكت انت يا سيد. انا اتجننت يا جماعه. خرب انت اتجننت. لا اله الا الله. سعاد بس سعاد ايه؟ ايه سعاد يوم هتنطق اسمي تاني على لسانك؟ انا لا يمكن هعودك في البيت ده ابدا ولا تيقى واحده يا عز. اه يا سعاد خلاص. الست دي كدابه ونصابه يا سعاد. انا مع بعضها كدابه ما بلغتش البوليس ليه يا دكتور؟ مش قادر ابلغ. مش قادر. طب استنى على فين؟ افهميني بس في سبب لازم ابقى لك بس مش قادر ابقى لك دلوقتي. اصل في اسباب. يا مره واحده تضحك عليا تخمني انا عايزه طواهيه. شوف الوليه اتجننت. الوليه ضربت فيها الفيوزات. خلاص عملت فيها كده ليه؟ حرام عليك. انا ما عملتش حاجه. حرام عليك. عيش مع عيالك. انا غلطان. سيبها تشوف مستقبلها. سيبني روح لعيالك وما اولادي. ما عنديش عيال. افهميني صدقيني يا سعاد انا ما عنديش عيال ولا عندي. امال عتريس ده ايه؟ طالع شيطاني. الست دي نصابه. انا اول مره اشوفها في حياتي. نصابه؟ ايوه نصابه. واحد اتنين اتنين. مش قادر ابلغ. ما انت عارف ليه؟ ليه؟ ما اقدرش ابلغ لحد ما تديني الورقه. ورقه ده بعدك. الورقه يا سيد. ورقه واتشرط اشرط عيالي ياكلوا طوب. يا سيد افهمني اديني الورقه. لا يا عم. لا يا عم. اسكت انت خالص. انا لو من الست دي انت الله يكون في عونك. انت مش اتجننتي. ده انت خلاص. خلاص حد يبقى جوزه بيتجوز عليه ويحصل فيه كده. طب امشي خالص خالص. يا سيد على اللي جرالي يا ابن عم جوزي. يعني سعاد سعاد صدقيني الست دي نصابه. انا عمري بس هوش. كل حاجه هوش هوش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا إيه وسهلا. اشوف مين اللي جاي. ارمي. اهلا وسهلا يا مسهل. سلام عليكم يا بنتي. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. اهلا. امال دكتور عزة المحروس فين؟ اهو انت. ايوه انا عزة محروس. نعم. عايز انت راغب؟ انت دكتور عزة المحروس؟ ايوه انا عزة محروس. محروس من ايه بقى؟ من العين. ما تقعديني يا بابا. قعديني. تعالى يا عم. قعدوني. هنا هنا ولا هنا؟ لا يا مش كده. تعالى انا اللي عايزه. تعالى تعالى. يا جماعه مش كده. يا حرام يا بنيله. تعالى. قعدوني. اقعد هنا ولا هنا؟ في اي حته. ايدي ايدي راحت فين؟ ايدي اوعى اوعى كده. نعم. عايز ايه حضرتك؟ ازيك يا دكتور عايز. اهلا وسهلا. خلصني خش في الموضوع. عايز ايه؟ هتعمل ايه في الموضوع اللي بالي بالك؟ نعم. موضوع ايه؟ اللي بالي بالك. بالي بالك موضوع ايه اللي بالي بالك ده؟ اوه اقول ولا ما اقول شيء يا اخويا؟ اقول وخلصني. اقول يا ست هاني ولا ما اقول شيء؟ طبعا تقول على طول. يمكن عملوا في السر ولا حاجه. الله اكبر. ايه وبعدين عملته في السر ده انت؟ ايه هتعمل ايه في الارض اللي انت بعتها لي؟ اهلا. انا بعت لك ارض. ايوه ايوه. بعت لي ارض الجمعه اللي فاتت. انا ايوه. انت بتشتري من ورايا ارض وتبيعها كمان؟ ايوه. ما حصلش كل ده. نصب نصب. ده راجل نصاب. انا هبلغ البوليس. كده يلا يا راجل. يلا يا راجل ادي. اهلا اهلا. طب استنى بقول ايه. انا ممكن ايوه. تعالى. انا هل معاك عقد مبرم؟ نعم. مكتوب فيه ان انت اديت له فلوس. طبعا معايا عقد وفي اتنين شهود كمان. كمان ها انت راجل نصاب وغشاش. انا هبلغ البوليس. استنى 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 نشوف العقد. اهبل انا اجيب العقد معايا عشان تضربوني وتاخدوه مني؟ ده 50 فدان في الصعيد. يبقى لو سمحتوا نبلغ البوليس. نبلغ البوليس. نبلغ. بس لو سمحت تحكي لي الحكايه من اول. انت طيبه يا ست هاني. انا عمري ما اخليك. شكرا. هو بقى لما بعت ال 50 فدان اللي في الصعيد. انا ما بعتلكش حاجه يا راجل. يا كل حاجه هوش هوش في البيت ده. وبعدين رحت انا مديله 10,000 جنيه. 10,000 جنيه. اديته 10,000 جنيه؟ ايوه. انت اديتني انا 10,000 جنيه؟ ايوه. وبقى مبسوط قوي وهو واخد ال 10,000 جنيه. قال لي عارف يا عم الحاج؟ عارف يا عم الحاج هعمل ايه؟ هعمل ايه بيهم؟ انا هشتري شقه تمليك. انا اهلا. الكلام ده كذب ونصب كله. وانا هبلغ البوليس. هبلغ البوليس. ادي ادي. ها واحد اتنين اتنين. يلا. مش قادر يا ناس. مش قادر. انا عارف انك مش هتقدر. انا يا فلوس يا نيابه. يبقى النيابه. انا هقول على النيابه. النيابه. يا نيابه يا نيابه. واقف في 60 دقيقة. يا نيابه يا نيابه يا نيابه. حق امر
هزوي سعاد 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 اخ لا حول الله سعاد افهميني لا حول الله نهار ابيض طبيت سعاد افهميني سعاد ايه اللي حصل استنى يا ابو دعك استنى طيب استنى ايه اللي حصل ضربتك في نفوخك خد هدومك الحي هدومه دي هدومه الحي الراجل مات عزت عزت مات يا دكتور الضربه كانت قويه يا دكتور عزت زيدو جوزة جرس جرس في ايه تاني مش عارف يا مساعد في ايه تاني سلام عليكم اخ اهلا هو مين حضرتك يا عم الدكتور عزت فين الله وايه ده تعالى كده يا جدع تعالى كده حاضر ايه ده مالك ايه ايه يا دكتور ايه الحكايه لا كده احسن الله ايه في ايه انت مين حضرتك انت مش عارفني ولا ايه انت حضرتك مين يا اخ انت مش عارفني عارفك وانا المفروض اعرفك انت كمان ايه الحكايه انا النهارده عمال اعرف ناس عمري ما عرفتهم في حياتي انت يعني انا ايه الحكايه ما تتفضل تسال الست هانم اللي جايه انت حضرتك مين يا ست انت جرانك ايه يا دكتور ايه المقابله الوحشه دي مش قابلني كويس هو المفروض اقابلك ازاي افرش لك الارض رمل واقف اترقص لك على الباب لا المفروض تقابلني كويس زي ما انا قابلتك في بيتي كويس بيتها اهلا انا يا ست هانم قابلتك انت في بيتي ايوه في بيتك انت الله 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 جرانك ايه يا دكتور انا ما كنتش اتوقع منك كده امال كنت تتوقعي مني ايه اسمعي اذا كانت دي طريقه جديده للنصب فنائب حضرتك جه على شونة انا خلاص اخر قرش كان في جيبي خدوه بطلوا نصب بالسلامه مع السلامه استنى شويه جرانك ايه ايه هانم نعم الله انت باين عليك انت ما بتعرفنيش انا مين لا انا ما اعرفش حضرتك اتفضلي قولي لي عرفيني على حضرتك ايوه يا ستي انا بقى اسمع عواطف اهلا وسهلا صاحبه العماره اللي جوزك واخد فيها شقه تمليك عند اهلا اسكت انت خالص اسكت يا اهلا اسكت خالص واخد شقه تمليك في العماره عندها ما حصلش يا سعاد ولا كده وشت كل حاجه وشت كملي يا فندم وبعدين جرانك ايه يا دكتور ايه الكلام ده انت يا ست نصابه انت عايزه ايه انا مش نصابه يا دكتور امال عايزه ايه عايزه ايه انطقي انا جاي ادي لك ال 10000 جنيه انت ادي 10000 جنيه بتوع ايه عشان طلعت راجل مش مظبوط يا نهار انا مش قادر استحمل سعاد افهميني بس اسمع انت عايزه ايه انا مش مظبوط في ايه انطقي انت طلعت راجل مش مظبوط عشان متجوز اتنين وكل واحده واخد لها شقه تمليك غير التالته اسمع يا دكتور انا جاي ادي لك ال 10000 جنيه بتوعك هم تديني انا هات وفوقهم 1000 جنيه طب بقول ايه ها ما تديهم لنا وانا هتصرف معاه ونصلحه بعدين ورينا انا كويس سلام عليكم سلام عليكم يا اخ الله يخليك يا عمنا انا مش مصدق يا سيد انا بحلم انا صاحي فهمني يا سيد ممكن تخبطني بوكس عشان اعرف كنت صاحي ولا لا ده انا مستنيها لك من اول اطمن يا دكتور انت صاحي وصاحي جدا كمان بص يا سعاد 10000 جنيه بتوعي لا مش بتوعي لا دول بتوعي لا مش بتوعي انا بتوعك. انا هتجنن يا ناس انا هتجنن انا هتجنن ما تجيب انا استنى عنك امشي انت بقى انت مقبوض عليك ليه مين الفلوس دي بتاعتك ايوه بتاعتي انت متاكد ان الفلوس دي بتاعتك ايوه بتاعتي طب انا جاي اقبض عليك عشان الفلوس دي بتاعتك انت يا فندم حضرتك مين بس انا انا ضابط المباحث مدحت شكري الفلوس دي مش بتاعتي حضرتك تقربي المتهم ايوه ايوه ده جوزي انا متهم بايه بايه ها البيه متهم بان هو رئيس عصابه لتزييف الفلوس يا هلا والفلوس دي مزيفه مزيفه ايوه انت بتاع عصابات وتزييفات خش ايه ده خش عارف شكرا ايه انا عايز افهم حاجه بقى سلام عليكم اسمعوني بقى اسمعني كويس انت ايه الراجل الضابط ده معانا في الضنص لا احنا بقى رحنا في داهيه احنا في داهيه يا عم ساهي حضرتك مين يا حضره الضابط لو سمحت يا حضرة اي حضرتك الدكتور عزت محروس ها الدكتور عزت محروس ايوه انا الدكتور عزت محروس الحرامي ده اشترى مفتاح شقتكم والواد اللي اسمه ايه ده انت اسمه ده انت مروه منك واجب مروه منك واجب بتاعنا مروه ازاي عامل بيه ايه
انا اقول لك يا بيه اصل الاكبر وهما دوا بقى بيطلع الشغل زي ما انت عارف هما كواجي بيتعرف بقى على الشغالات ويعمل نفسه بيحبهم ويسرق المفاتيح بتاعت الشغل ودالي وانا اجي اقشط 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 بقى. يبقى برهومه وذكيه شغاله ذكيه؟ ذكيه وبرهومه. طب انا عايز اسال سؤال. انت تسال. محيرني بقالي ايام. قول. تعرفش حد ضربني على دماغي؟ والله انا كنت اقول لك بس ناسي. انا بقى اللي ضربتك فوق دماغك. الله يكرمك. لا اصل في حاجه بقى كنت انا كنت فاكرك الدكتور نفسه. يا ريتك كنت ضربت الدكتور. شفت يا سيد اللي مش انا شفت عشان تصدقني. لما اختلفوا مع بعض انكشف امرهم. صح. احنا متشكرين جدا يا حارس الضابط. انت انقذت حياتي. ربنا يخليك. متشكرين قوي. مع السلامه يا فندم. متشكرين يا عمنا. سلام عليكم. بالسلامه. ست اشهر مع النفاس ان شاء الله. امشوا عشان تحرم تضرب البني ادمين. امشوا. شفت يا سيد يا ابن عمي. شفت بقى يا ابن عمي. يا ابن عمك بلا ابن نيل. اسكت بقى. يعني ايه؟ اسكت بقى. ابعد عني. ابن عمي ابن عمي سيد. لا انت ابن عمي ولا عمري في حياتي هيبقى لي ابن عم زيك. ليه بس يا سيد بتفضل؟ امال حضرتك مين يا استاذ سيد؟ انا سيد خليها على الله. اسمي سيد خليها على الله. راجل على باب الله. انا كان نفسي اكل عيالي لقمة حلوة. الحياة بقت ضنك. بعيد عنك بنشوف اللحمة كل فين وفين وساعات ما بنشوفهاش خالص. 37 عيل واتنين جم 39 في رقابتي. قلت اشتغل شغل انا اكل منها لقمة نظيفة. مفيش. جه البيه قال لي تعالى لي لما تبقى الساعة كده عشان يثبت لحضرتك انه بني ادم وانه راجل عشان تحبيه. اتضع حاجة واحدة بس ان الجدعانة يا ناس الشيء الوحيد في الدنيا دي اللي مش بالفلوس. توبة. الله توبة. توبة من دي النوبة لو عملت تاني. ناكلها حاف ولا اشتغلش حد يضربنا ابدا. حقك عليا ما تزعلش مني. استنى يا سيد. ايوه. انا عايز افهم حاجة. مين بيليا ده؟ ده عمنا القهواجي اللي جنبنا. وانت اللي قلت له اعمل ظابط مباحث؟ ولا ظابط مباحث تحت ودينا في داهيه. طب اسمع. ما عملش حاجه ولا قال حاجه. طب مين عواطف؟ عواطف دي الدادة اللي جنبنا. طب ومين صفية؟ صفية دي بنتي. طب عملت فيا ده كله ليه يا سيد؟ عملت وانت ما عملتش فيا ده كله. ده 17 غرزة. ده مش انا يا سيد. ما انا عارف بس انت السبب. انت يا استاذ لولاك كان يوم منيل. كان يوم منيل يوم ما شفت فيه الجعر. انا متاسف خالص يا استاذ سعاد. انا عملت ده كله بس عشان ما كملش يا علي. لا لازم اكمل يا حبيبتي عشان تفهمي الحقيقه عشان نلحق نسافر. نعم. مين تاني؟ صباح الخير يا فندم. صباح النور يا سيدي. اي صباح الخير يا مدام. اهلا وسهلا يا فندم. عايز اعرف مين هو الدكتور عزت محروس الجعير. سيادتك الجعير؟ ايوه انا الجعير. نعم. عايز ايه انت الجعير نفسه؟ اي خدمه. الجعير نفسه ولا جدك الجعير؟ انا بقول عايز عزت محروس الجعير. انا عزت محروس الجعير. يعني انت عايز؟ ايوه انا عايز الجعير. فين الجعير؟ مات من زمان. لو سمحت ادخل بس عايزك في موضوع. اسمحلي. ميرسي قوي. لا ما احبش حد يلمس اي حاجه اول ما ادخل. يا سلام. ليا حكايه. ايه لا ما فيش حاجه. سخيه مدام. اهلا يا فندم. اهلا اهلا وسهلا. انا ازيك؟ مجنون ده ولا ايه؟ لا ده غالبا واحد من بتوع سيد بس جه متاخر. تعالي نلعب دي شويه. يلا نلعب دي شويه. نعم يا بيه. مفيش سجاير عندكم لو سمحت؟ في بس جوه. جوه. نفس اللوحه. عند حضرتك لوحه زي دي يا استاذ؟
اسكتي انت خالص. بقى خالص. نعم يا بيه، اي خدمة؟ لحظة واحدة لو سمحت. اي حد يطلبني انا مش موجود. اهلا 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 اهلا. كتير اللي انت عملته، هي اهلا واحدة وتخلص العملية. انا متأسف. عزة الجائر. ايوه سيادتك دكتور مش كده؟ ايوه اهلا. يا عيني روح قلبي. اخ اخ بقولك ايه؟ نعم سيادتك تعرف المعادي كويس؟ معادي؟ ايه رأيك في جو المعادي؟ حلو ظريف هوا منعش الحياة هناك. ان جيت الحياة ظريفة قوي. يا ريت تاخد لك شقة هناك يا دكتور. بلاش يا فضاحي بقى. يا ريت تاخد لك شقة هناك. اهلا. على رأيك ما تفضحنيش. الله يخليك، انا تحت امرك اللي انت عايزه. ما تفضحنيش. عايزه ايه؟ ده انا لسه داخل لك في الموضوع. لسه؟ انت خدت شقة هناك؟ اعترف. خدت شقة هناك في المعادي ولا ما خدتش؟ لمين؟ بس هنوضح حسين عشان مراتي ما تسمعش. لمين؟ لمراتي التانية. اللي هي مين؟ مش عارف، انت قولي. نادية؟ فتحية؟ هي نادية. نادية؟ نادية اختي. انت اخو نادية؟ اخو نادية يا استاذ. لازم تعرف حاجة. نعم. لازم تفهم انك غلطت غلطة كبيرة قوي. انا؟ انت؟ امال مين؟ مش انت عزة الجعير؟ ايوه انا عزة. عزة الجعير؟ انا هعترف لحضرتك بكل حاجة. هعترف لي بايه؟ كان لازم تجيلي الشغل. انت عارف شغلي، انت عارف انا بشتغل فين. ايوه عارف بشتغل فين. كان لازم تجيلي وتقولي اطلب من سعادتك ايد اختك. انا متأسف. الحالة دي اقولك بقى روح اجر لها شقة، روح جيب لها شقة تمليك، انما من ورا ظهري لا. الحقيقة اصل احنا كنا بنحب بعض قوي ما قدرناش نستنى فاضطرينا نتجوز. انا وانت يا عزت؟ لا يا حياتي انا ومراتي التانية. طيب. هي عارفة ولا ايه؟ طب لحظة واحدة بس اقعد مع المدام جاي لك لو سمحت. مساء الخير يا مدام. اهلا يا استاذ. اهلا اهلا صباح الخير. اهلا صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا. لا مش هو. بقول لك ايه؟ ايوه سعادتك الاستاذ عزت الدكتور عزت. ايوه جوزي. جوز حضرتك. انا فرحانه بيه قوي. خطب اختي من ورايا. بجد الف مبروك يا استاذ. حقيقي فرحت لحضرتك كده. مبروك يا عزت. مش كنت تقول لي هتعمل له الفرح؟ فين يا عمي؟ الله هو في الحقيقه انا جاي بس عشان الراجل بتاع الديكور خلص الشقه. لا لا ما يكونش عندك فكره، انا هجهز لهم شقه تجنن اوريجينال جدا حقيقي. الله انت عارفه الحكايه. بس مش هيبقى ناقص فيها الا التكييف، يعني لو التكييف ركب فيها عشان يبقى الجو تراوجه. هو هم ركبوا التكييف. الثلاجه بقى اللي هي 13 قدم اللي عندي هوديها لهم، وانا زي بعض واخد ثلاجه 4 قدم الزغنطوطه الجميله دي. بالنسبه للسخان في سخانات برضو صغيره او البابور بقى والصفيحه. ودي بقى ما هي اختك من عيله يعني باين عليها انها مش قوي يعني شويه، يعني اختك ممكن تسخن الميه على البابور يعني. اصل انت بصراحه كمان شكلك يعني. سيبهولي تعالالي. بقول لسعادتك ايه؟ ايوه تحت امرك. اروح اتكلم مع جوزي شويه. يا ريت اتفضل. اهلا 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 اهلا. بقول لك ايه؟ حد يجي لي فورا يا حاج. بقول لك ايه؟ ايوه ايوه دكتور. تعرف ابو السيد؟ ابو السيد مين؟ سيد. سيد مين؟ لا ما اعرفش الاسماء دي. سيد خليها على الله. مش عارفه. ودلل يا دلال على الحلم ودلل. ايه ده يا سيد مين؟ قصدي ساعتك تقول على مين؟ انت بتشتغل في انهي سيما يا واد؟ واد ايه؟ انت عارف انا بشتغل ايه؟ انت بتشتغل في انهي سيما؟ انا مركزي حساس ولا اسمح لسيادتك انك تكلمني بالشكل ده ابدا. انت برضه في السيما. في السيما بس مش في السيما. مش فاهم. يا صفية خبريني يا ابو هاني. الله هي صفية لها وضع عندكم. اتفضل لحظة واحدة اروح بس للست. يا صفية يا عيني. يا صفية ايه حكاية صفية دي؟ ايه انتوا داخلين؟ ابدا. ايه حكاية صفية دي بالظبط؟ انت بقى مش متربي عشان دي شنطة هدومي. شنطة هدومك؟ ايوه. لا يا فندم انا اسف جدا 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 الهدوم فيها. ايوه معلش يا فندم انا بعيد قوي. اكيد تحت امر سعادتك.
انا كنت عايز اكلمك. ازاي صفية؟ صفية مين؟ صفية دي بنت لطيفة جدا. ولا عواطف؟ اللهم تعالالي يا اخويا تعالالي تعالالي. عواطف وصفية جم هنا؟ لا بقى كلكم وبيليا. بيليا ايوه ده ازاي بيليا؟ هو في الحقيقة بيجيب لك القهوة برضو ولا انت ما بتقعدش من القهوة؟ لا بيمشي يتقلب ولا بيمشي عادي زي الجرسونات؟ لا انا مش فاهم سيادتك بتتكلمي على ايه. انا دخلت الظاهر غلط. هي الشقة دي شقة الاستاذ الجعير. لا انا مش عاوز شقة الجعير. امال عايز مين؟ ابراهيم خليل الجعير. ايه اخوه يا برضو هنا شقته. اي خدمة؟ انا ساكن معاك. انا ازيك يا دكتور؟ تحت امر سعادتك. اتفضل يا فندم. هو مأمور الاسم بيسلم عليك قوي 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 ومستنيك. قلت ايه؟ يعني ايه مأمور الاسم؟ مأمور عايزك عشان في موضوع كده عايز يكلمك فيه نطلبه. لا يا فندم مفيش داعي تطلبه. لا ده انا المرة دي بقى نفسي اطلب تليفون براحتي. لا يا فندم مفيش داعي. عن اذنك. يا فندم مفيش داعي. وحنين النين. الو المرة دي بجد مستنيكوا عشان في واحد من بقيتهم هنا موجود. لا يا فندم. الو اكلمه. تعالولي اكلمه. الو انا ابو اللي كان بيكلمك دلوقتي ده بيلعب معاكم محدش يجي. ارجوك يعني انا ليه بتعمل كده؟ ليه بتعمل كده؟ انا معاك انا حبيبكم. انت حبيبنا. انا راجل جنبك. بتعمل كده يعني انا ممكن اضربك ضربه انا لو جيت على دماغك يبقى كويس. لا فانت مفيش حاجه. طب انا كنت عاوز 16 غرزه زي سيد. هو سيد خد 16 غرزه وانت ممكن 30 نعمل لك اوكازيون تحت امرك. بس سؤال واحد يا فندم. هو انا لو حبيت اقابل سيد دلوقتي اقابله فين؟ تقابله هناك. هناك فين؟ في المستشفى. يا نهار اسود. طب اقول ايه؟ اصل انا كنت عاطيله حاجه يوصلها عندكم. خير؟ انا كنت قايل له يعني انت سيادتك بتشتغلي مش انا دكتور صاحب عياده. ايوه وسيادتك بتشتغلي معاه ولا؟ لا انا قاعده في البيت. عندك مانع؟ اتجوزت وقعدت في البيت. عندك مانع؟ ما هي دي مشكله حياتنا ان انا بشتغل طول النهار وان هي قاعده في البيت. انا تصور يا فندم انت حضرتك اسمك ايه؟ ايوه انا قعدت كده دلوقتي. لا تعرف بالحكايه يا عم. لا لا استنى اللي لازم تقول لي الحكايه. ما ده اللي قلت استنى تحكي لي. ما تحكي لي واحده واحده. اتفضل انت. لا انت لا انا الاول. مش دلوقتي. لا انا الاول. اتفضل انت الاول. حقتك على بوزك خلاص انتهت. كان هي تتكلم. اتفضل. ربنا يخليك لي. لا الموضوع والله العظيم ده انا اللي هحكي لك الموضوع الاول. لو تعرف البنت ذكيه او واحد عياده وبعدين هي سنه دي رد العيانين وبعدين بعد كده يلف له لفات على المستشفيات وانا قاعده هنا في الزنزانه المسجونه. يا غلطان انا غلطان. ما تعطيش امال انا جاي ليه؟ انا جاي اهزر على الموضوع. عارف يا استاذ انا جاي مخصوص الموضوع ده. اسمك ايه؟ عارف يا استاذ ربنا يخليك. من غير دول بقى وما تخلبنيش. انت ايه الموضوع بالظبط؟ انا بشتغل إيه عشان خاطرها. انا بشتغل يعني مش عايزه فلوس. انا عايزه قلب حنين يحس بيا. انا بشتغل عشان مين؟ عشان واجيب لها الثلاجه واجيب لها البوتاجاز واجيب لها كل النهار فاتحه وتقول لي اشتغل. غلطان هي غلطانه. انا هحاول لك يا انكل. ايوه قولي يا بنتي قولي. اتفضلي. دلوقتي انا عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا. من استنى يا سعاد. استنى بس يا هو ده ماله مال مشاكلنا ده؟ بص لا لا كل حاجه. بص ايه ده؟ بص الله ده ماله مال حكايه. بص وانت كمان في دبان ولا ايه؟ ما خليك بس معانا. ايه اللي حصل؟ ايوه بس حضرتك اسمعني انا اجي بدل ما تنرفز وارقعك على اجيبك اربع ارباع. لا وهي لو اتنرفزت هجيبك اربع ارباع فعلا. طب يا فندم ايه ده يا انكل؟ عملت له مجنونه وبقيت اقول كلام مالوش دعوه ببعضيه وعملت كل الحاجات دي وبتاع. بس انا عايزه اسال حضرتك سؤال. انت اسمك ايه عشان اقول لك يا انكل كذا يعني؟ انا اسمي البرنس. دي برنس؟ اهلا. عارف يا برنس انا اضطريت ان هيف نفسي. ده اسم الشهره بقى ولا اسمك المحقوق؟ انا اسف اللي جيت. يعني ده اسمك اللي بجد؟ عارف يا سعد. عارف يا مش على بالي. صدقني والله عايز انت زي لما بتقعد ترغي مع زكية شغاله. وانت زي لما تقعد تلبق. هو والله اقول لانكل هو عمي رغم على الشغاله كليته. ما اسكتش انت. الحمد لله هو ما يعرفش حاجه. هو حمار وجاي مفيش اي حاجه. طب سلام عليكم. انت رايح فين؟
سلام عليك. يا هنا البوليس جاي لك لسه يا جميل، ده احنا عمالين نسرسب فيك لحد ما يجي. انا مصدق صدقت ولا حاجه؟ انا غلطان. راح فين يا جميل؟ راح فين؟ انا غلطان ساعه البيت. يلا انا غلطان. ناس ما بيناموش بدري، احنا سهرانين لك لحد الصبح. طب ممكن اقول ساعه البيت؟ ما تنطقش خالص. انا ممكن اقول الكلمه الوحيده؟ بس انا عايز اشتغل. انا جاي هنا عشان اشتغل، طالب شغله منكم تقدروا تشغلوني. اوي تحت امر سعد. احنا زكيه عندنا الشغاله ماشيه بكره اشتغل بدالها. اشتغل بدالها بس بلاش. بس عارف هتعمل ايه؟ اعمل اغسل اطباق، اغسل مواعين، اسيق، اعمل اي حاجه بس بلاش حد. لا في حاجه مهمه قوي اوعى تعملها. لا تنقل كلامنا للجيران. ما فيش. لا يا فندم. ولا اللي في الدور الرابع ولا اللي في الخامس ولا في الدور الخامس ولا اللي في الاول. طب ممكن اجيب بس الشنطه من عندي؟ اوعى بقى يجي مكواد يدخلوا البيت. لا مش هدخل البيت. اتكل اديني اتكل. بقول ايه؟ نعم بقول ايه؟ نعم بقول ايه؟ انا ماليش دعوه بيكم. كده يا سعاد. انا برضه اللي كده يا عزه. كده برضه تعملي كده تخليني اضطر اني اجر واحد عشان اضربه وعشان اطلع قدامك ان انا بحبك. انا بحبك من غير حاجه يا سعاد. طب ما انا انت حياتي وانت كل حاجه عشاني. انا عارفه يا عزه، بس انا كمان برضه عملت لك شويه جنان حلوين يعني. قلت تعبتيني تعبتيني. خلاص خلاص صافيه لبن. ما احنا لو يعني رحنا قعدنا في حته كده كام يوم. خلاص نصيف في الحته اللي انت عايزاها. خلاص يا عزه نروح راس البر. الله جميله. طب ليه ما نروحش اسكندريه؟ ما كنت انت عايزه من الاول ان احنا نروح اسكندريه. انا كنت، لكن خلاص راس البر. لا 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 خلاص انا تنازلت عن كل حاجه. هنروح اسكندريه. لا. ونقعد فيها 3 اسابيع. هنروح راس البر. انا قلت اسكندريه. هنروح راس البر. وانا قلت اسكندريه. وانا قلت اسكندريه. بس انا لما اقول اسكندريه بس اسكندريه.